فرحة نور بقلبي وانا خايف في دنيا سعيد. قولي احكي ولا اخبي ولا وصف الكل سعيد. افلح من الدنيا انا لي ولا بغير انت حناشة تاني. اول مرة اول فرحة يا عم افلك بناحية. لا انت مش قلت لك اقف في يمك دي؟ ايه اللي جابك في يمك اللي هنا؟ ها؟ انت غوتت لسه وتقعد تقول لي يحيى كل شويه اقف في يمك الثانيه. حاضر. بعدين انت خلي عندك شويه ذكاوه يعني. يعني انت تشوفني تبحلق في عينيا او ما بحلق في عينيا تعرف اني حارم الزين. تروح جاي يمك الثانيه على طول. صح. قول له ليه؟ صح. يعني بحلق كده؟ اهو. انا حارم فين دلوقتي؟ هترمي هنا. لا بص. شفت بقى انت الغبز؟ يا تخلص يا. انت هتقعد تقطعني بالطماطم طول اليوم ولا ايه؟ امسك قصادي كده. امسك يا حبيبي انا بعلمك صنعه هتاكل منها الذهب. يلا امسك. مش كفايه دول يا لمبي؟ ده مش استرجل يا. مش استرجل ايه يعني لما راح لك صباع؟ ما عندك تسع. ما اروح في الخير اللي قبلها يا لمبي. انت بتبطل تاني يد ولا بتبرع فيا تاني يد؟ ما اقدرش الم. وكل شويه اقول لك حبولها تقول ما اقدرش الم وبولها برضك؟ اوعى حسك عينك حالك اصبعك يفتح. طب عايز تفكر في حاجه تانية. افلح وملاد الدنيا انا ليه؟ الحق يا لمبي الحق يا لمبي. ابوك بيموت يا لمبي. ابويا انا؟ ايوه يا لمبي ابوك بيموت. ما عندكش يد يا ابن الكذاب انت. انا بقول لك اهو يا لمبي. ابويا مات يا ابويا. يا رجاله يا رجاله هريس ابو الليف بيموت يا رجاله. يلا في داهيه. ده قاعد يهرينا سلف لغايه لما خرب بيوتنا. يعني ايه يا معلمين؟ هنسيب هريسها كده يفلسع بامان من الدنيا من غير ما يقول لنا على مكان الكنز ولا الذهب ولا الكيس النفيس اللي عشمنا بيه السنين دي كلها؟ احنا نروح كده كلنا برابطه المعلم هضبه ونكتم على نفسه لحد ما يقر لنا الكنز فين. الله هتكتم على نفسه وهتعمل فيه ايه تاني؟ ده بيموت يا بهيم. ها؟ امال هنعمله ايه يا معلم؟ اهدى يا ابني الله يسترك اهدى. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ابنه ضناه هو الوحيد اللي هيقر له على مكان الكنز والذهب. مين بقى؟ اللمبي. مين اللي المفروض نراقبه من غير ما يحس بينا ولا يشعر بينا؟ اللمبي. مين اللي لو قاوح ورانا ولا علينا نضايقه ونكسر رقبته وناخد منه كنز؟ اللمبي. يبقى يلا بينا يا رجاله. يا معلم الله يخرب بيوتكم على هريسه وهو بيقول لابنه على مكان الكنز يا بهايم. صح يا معلم وسع ابويا. ابويا يا لمبي عارف ابويا. ابوك بيموت يا لمبي. ابوك بيموت يا لمبي. ابويا ابوك بيموت يا لمبي. انا عارف بيموت يا لمبي. لا انت عارف الله لا عارف كده وفضايح في قلب المنطقة وابوك مات وابوك ما ماتش وعمل لي دربكة في قلب المنطقة دي كده. انبوبة انبوبة انبوبة. طب خلاص اثبت بس انا عجب. قاوم قاوم ونازع وبولع اوعى تموت. بولع يابا. بقى عايزك تاخد نفس عميق وخش في الشدادان. واحد اتنين تلاته شد يلا شد يلا. هي يابا طالما بتحرق كده يبقى انت عينيك ملتهبة. غاز بتشممني غاز. مش احسن ما نصدره انت ولا بيه؟ بتشممني غاز مدعم عاوز هوا اكسجين اكسجين. الانبوبه التانيه دي يعني؟ اكسجين. حاضر اهو. متوتر انا اصلي
ابويا بيموت كذا مره فمش عارف انا الصح فيهم. انت بتموت في شارع الهرم ولا ايه؟ ايه يا بابا عيب اللي بتعمله معايا ده بقى وفي الحاره والجرس دي بقى؟ لمبي ايوه عاوز اقول لك على السر. السيرك؟ السر سر الكنز. كنز؟ ساعة ولا سخنة؟ مش وقت هزار دلوقتي. ايوه ودنك. اشمعنى؟ وده وقت تاريك دلوقتي؟ لا وقت رأسي يابا. عاوز اقول لك على سر الكنز اللي تمتلكه العيلة واللي الدنيا كلها بتدور عليه ومش هتلاقي مكانه. ولا بدينك بتموت ولا حاجه. كل دي كلها طالعه في الاشاعات كلها. قول لي حدود الساعه كام عشان اخلص؟ عندي مصلحه. لو في تاخير قول لي عشان ابقى في قرش جاي سبوبه. اتفضل ادي ودنا يا قول. المهم اللي هو احسن من ابوك قال لك على مكان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواتكم. تعالى يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. الله يخليك يا حبيبي. قال على الكنز يا حبيبي. يلا جوه على طول. يلا عشان عرفت مكان الكون. طب لا ما تقلقيش ما تقلقيش. ايوه ما تقلقيش. انت فين بقى دلوقتي؟ ايه فين؟ اصبت يا عم الحاج. ايه يا عم الحاج؟ اصبت. انت بتقفل ولد الشارع ولا ايه؟ يا بقى انت كده؟ طلبات المعلمين. هو انت مفكر هتهرب مننا؟ طب هتروح فين؟ يا لمبي احنا لينا في كل خراب عفريت وفي كل شقه تعبان. يا لمبي يا ابن الحلال بدل قطعه النفس ديت قول لنا الكنز فين؟ ناخد حقنا ومستحقاتنا ونسيبك لسباق الجري اللي انت عايش فيه ده. ويا دار ما دخلك عو. يا عم عو ايه وبخ ايه ونو ايه؟ الله كنز ومش كنز. انت بتصدقوا التخريب بتاع ابويا؟ ده راجل بكل شويه طلع ان هو مات وما بيموتش. ده مش احتمال يكون موجود الوقت فوق وتلاقيه صاحي. نعم امال كنتوا بترغوا في ايه ده كله؟ كان بيقول على مكان الكنز. الكنز؟ ايه شوفوا انتوا شفتوا انتوا؟ انتوا ناس بدلين لان انتوا كل اللي يهمكم الذهب والسلاسل والجواهر. انما بني ادم زي ابويا لحم ودم وكوارع خلاص ولا يروح فيها في 60 داعيه. يا لمبه انا مش عايز اذيك. ده فرق ده هتزين ازاي اعمل حق؟ ده ما خدوش الناس اللي يأذي اللمبي. يا اما الارض شدت ويا اما البطن جابت يا عم الحاج. يا لمبي انا روحي بقت في مراخيري. نف على جنب يا عم الحاج وخرج روحك وريحنا. ولا شغل الاستهبال وسايب وقع مني وابراهيم السلاق ده ما ياكلش معايا. امال ايه اللي ياكل؟ تحب تاكل لوحدك يعني ولا ايه؟ انا من اللحظه ديت كان طاري مع ابوك بس يا لمبي. اللي نصب علينا وكان كل يوم يجي لنا بحدوته شيك واحنا نمد ايدينا في جيوبنا ونديله بمساجده. دور عليك بقى. قول يلا. اللي عايشنا في الوهم سنين طويله على قصه الكنز ده والجنيهات اللي هترجع ميات والالوف اللي هترجع ملايين ولا شفنا لا كنز ولا دياول. بقول لك ايه يا عم الحاج؟ انا ماليش فيه. حلو كده من الاخر؟ الليمبي مالوش فيه. اللي ليه حاجه عند ابويا هريسه يتفضل دلوقتي ويروح محترم على بيت هريسه وياخدها منه. يعني ده اخر كلام عندك يا لمبي؟ ايوه هو اخر كلام. ايه اغشك في وشك يعني واديك قرد ما بينطش ولو ليك الشوق هوب فوق. ها جاي ولا الدور الجاي يا عم الحاج؟ ها
اللي مش عاجبه كلام على سن مطوطي هنا والفه تنوره وتفضل ينيلك وينيل مواعيدك يا لمبي مفرهدني. بسبوسه لمبي هات بوسه بسرعه كده يا ولد احنا في الحته يا بنت هات بوسه يا بنت ده خلاص يا مجنون وبموت في جنانه. ايه مستنظر ايه؟ مش عارف كان في حاجه بقى ده الدنيا انا بجري ورانا يا بنت اجري بسرعه يا بنت يا بسبوسه. يلا بس بص خرابي طيب انت خلاص مش قادره ند شويه يا بنت مش عارف يا بنت خلاص بقى انا فرحت انا مش عارفه هو احنا مدجين ايه ايه يا بنت اللي بنجري ليه هنكون بنعمل لايت لايت ابويا مات يا بس بص عندك هريسه خلاص بح ما بقاش في منه الامامه عندي هريسه يا لهوي يا لهوي يا لهوي خلاص ايوه خلاص ليه؟ يا بنت صوتك يبقى في السايلنت. ايه السايلنت ده ازاي؟ سايلنت يعني ساكت، خارج لا تاكل عتبة. عارف ايه اللي حببني فيك؟ ايه؟ علامك. امال ايه يا بنت؟ لازم فضلت امال ايه اللي خلاني فضلت مصمم ان انا اكمل علامي؟ مش هتعرف ابقى مشفوخ في نفسي كده؟ يا عسلة، نيلة. احنا في حاجة بننساها كل مرة. ديانا يا لمبي. ايه ديانا؟ تعالى يا بنت تعالى. اجري يا بنت. تعال يا بوس بس تعال شكلنا هربنا منهم مفيش حد؟ لا مفيش حد اكيد ايوه بنت ما تقلقيش تقلقيش ان شاء الله بس انا خايف قوي يكونوا سرقوا ولا حاجه ان شاء الله اهو ولا يا لهوي هم اللي عامل كده ليه؟ يا بنت ما تخضنيش وما تصرخيش ما تبوظيش الدنيا يا بنت خدي خايفه ما خايفه من ايه ده رجل ابويا وبعدين هو عامل لي علامه ها يقول لي فين تجاه الكنز ماشي انا اروح اعرف ايه لا هتعمل ايه يا لمبي بص هعديك بالدماغ خلاص خش ايه بتبوسه خش خايفه خش خش ايه ده يا بنت استنى يعني هعرق الضوافره استنى شويه اهو ايه اهو ده انا بص هحمك بميه الدهب وانشفك بالحرير في حرير وانا خلاص انا هفجر بعد كده وهديها كل يوم فول بوطه وكده اسكندراني والله ايه في حاجه بتشيل الخلي خايفه يفرقع يا بنت فرقع ايه ده ايه ايه دي ايه يا بنت في حاجه جوه بنت الشيخ ايه ده مد ايدك كده ايه ده؟ ايه دي؟ ده حجاب ده ولا ايه؟ طب اقرا كده اقرا ايه ده؟ اقرا انت انت بتستعي عليا ما انت عارف اني ما اعرفش عشان انا بوريك الثقافه طب انا نازل في المستوى قد ايه يا بنت؟ طب لا ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه هتعرف ايه دي؟ ايه دي برضو؟ هتعرف مكان طريف؟ طريف؟ ايه تعريف دي؟ هتعرف مكان طريق طريق ايوه مكان طريق الكنز من اتجاه رجلي ناحيه المدفن والنبي يا لمبي شكل ابوك ده بيميز عليك لا في لا كنز ولا كنز في كنز ولا كنز؟ اه والنبي دي شكل واحده هتجوزها دي يا بنت ابويا عارف هو بيقول ايه وبعدين ادينا ورا باب الكذاب لحد باب المدفن مش كده ولا ايه؟ بقول لك صحيح وانت ابوك مش حنوتي؟ هتصدق ابويا حنوتي؟ انت لسه فاكر الوقت ان هو حنوتي؟ لا انت ذكرتني ذكرتك يا بنت ما يكونش ابوك حنوت لو النعمه حنوت اوعي حنوتي انت عارفه انا ما اقدرش انسب اقل من حنوتي عسل يا نيل بقول لك مش ابوك هو حنوتي وعنده رجاله؟ اه فضلت هو يجيب لنا اثنين عتاوله اللي عنده دول ويروح واخدينه لافحنه ونروح ندفنه ويا باب ما دخلك دارك ماشي ده ما فيش اكتر من رجاله عند ابويا
ومالك يا بنت اللي كده يا عم بعينك مفجئه؟ عشان رجاله رجاله انك خلاص بقت مفجحه. انا ايه يعني جامده؟ انت عسل يا نيله. البنت المصر عايزه ارقش بقك ده الوقت كده. سيد ابوك ميت. اكله ميموت اللي عامله ايه؟ هو اللي جايب توقيت غلط. مالك انت؟ انا كان عليا عايزه احذف في المنور بس عشان سنه الفحم بقى ما ينفعش الراحه دي. صوتك. طب جيبي بصي في الحاجب ولا في الغرفه. الله ما تفوتوا يا جدعان. ايه الشغلانه انتوا شايلين فيل ولا ايه؟ ايه يا بسبوس؟ ايه؟ امال ابويا والرجاله والعتاوله و... ايه اللي حصل؟ اقطع دراعي من عند بقي. لما كانوا دول جوز ميتين وخارجين يوجبوا مع ابوكي. كتر خير ابويا ان عمل معانا اللقطه دي. لقطه؟ ما بص اللقطه هنا ان شاء الله. سيجارتين سوبر ماشيين شايلين جثه هريسه. وطي صوتك لا يسمعوك. هيسمعوني ليه يعني؟ اللي بيسمع ده يكون في روح في قلب الجسد. انما بص دول متوفيين. والله بقى ده اللي ابويا قدر عليه. وبدل النقوره دي ما كنت تجيب الكلام من عندك يا لمبي. واحسن من ما فيش. احسن من ما فيش؟ اه. هم دول بقى قبل ما فيش بهبابه. وبعدين بدل ما توجبي مع حبيبك اللمبي نور عينك وكليتك يا بنت. يعني اعمل ايه؟ نور عينك صوتين حياني كده عشان ابويا. ابويا مات يا عبد الناصر. طيب حاضر. يا بنت مات من المصحف ده انا زعلان قوي. ياا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 ا
ناس من المنطقة. يا لهوي! ايوه زغرتي بقى. بنطفك يا بنت النص. يا واد احنا رايحين ندفن ابوك. قالوا انه نحيي يبقى من ميت يعني الريح عسل. احنا هنرمي في الحفرة ونيجي. عم الله النبي يا ريت المراحيم يخلوا بالهم من المرحوم. يا دليل الزرقاء انا مش عارف الحقيقه هيروحوا فين دول. ارفع يا عم الحاج. صوتك يا لبي. هو انت صوت ايه؟ انت عارفه ده بسبوسه؟ انت عارفه لو احنا ناخد لنا مدفن؟ ها؟ لما ناخد لو خدنا مدفن؟ لو انا وانت خدنا مدفن هنا؟ ها؟ يلا امشي. امشي عدل بقى. امشي عدل بقى. امشي عدل بقى. مش عارف بقى ده انت رخم قوي انت واللي جايبينك. يا رب ابوك لسه ميت. يا بنت ميت ايه؟ من هنا تعال. تعال من هنا. من هنا. على مهلك على مهلك. اطلع. اطلع فوق. اطلع يا عم اطلع يا عم انت شايل واحد بتنوره ما تطلع لفوق. اطلع. رب عذبه جامد عشان خاطر ما قالش مكان الكنز فين. يا رب ده ما قالش للكنز. ايه يا ست الكل؟ مش نقبض احنا بقى عشان نخلع ونشوف اللي ورانا؟ ما تصبر يا اخويا انت وهو مستربعين على ايه؟ الراجل ابوه مات هيترحم عليه ويدعي له ويديكوا حسابكم. بس ده طول قوي كل ده بيقرا الفاتحه. طب استنوا هنا. يا رب تتعذب لو ما طلع الكنز مكانه مش يا لم. ايه يا بنت؟ ايه يا بنت في ايه؟ انا فزعتني ان قلت في جثه قفشتني تحت. يقطعني عايزك تراضي رجاله بس كده. انا شاكرين رجاله قوي. انا شاكرين قوي شاكرين قوي. خلاص كده مرضيين هم؟ مرضيين ايه يا لم؟ بيديهم فلوسهم. انا فلوسهم انا مش فاهم. اتنين ميتين زيكم هيعملوا ايه بالفلوس يا عم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي بقوله ده؟ انتوا جايين هنا ليه اصلا؟ جايين عشان نتحاسب. تتحاسبوا؟ طب وانا مانعكم بحاجه؟ ما تنزلوا التربه ينزلوا تتحاسبوا. جاي ايه يا لمبي؟ ما تديهم اجر دفن ابوك. انا جاي انت بتتجنن كده ليه؟ عشان تبع ابوك ولا ايه؟ ما تديهم فلوسهم. حديهم نيله فلوسهم خلاص. ده حاضر. معاك فكت معاك 10 ولا 5 ولا اي حاجه؟ اه انا معايا فكت 10 جنيه. 10 جنيه على بعضتها. وريني كده. وقعت ال 10 جنيه وانت معاك كمان فلوس؟ انا معايا 5. 5 ده انت دافع 10 وهو 10 ماشي؟ استنى نحط ايدينا. ده احنا ما لين بياكل حق حد. ده هي خلاص يعني؟ عبيط انا؟ اتفضل يا عم 10 جنيه حلوه وانت 5 جنيه. ايه ده ايه ده؟ اشمعنى هو 10 وانا 5 يا لين؟ بس ماشي يا عم انا خد يا عم ده 5 كمان اهو. كده مرضيين وصباح الفل ولا ايه؟ مرضيين وتمام وزي الفل. يا الفل ما كنتش حق حد. يلا بالسلامه كملوا بقيه حساب انت. يلا الف سلامه. ميتين من الاخره جايين هيضحكوا على الليمبي وانا عبيط ولا ايه؟ بقول لك ايه يا لب؟ ايه؟ ما تيجي تسيبك من حكايه الكنز ونعيش زي ما خليق ربنا. يا بنت ما احنا رايحين نعيش اهو. لو قعدنا هنا اللي هنموت. وبعدين ابويا هريسه اللي هو حماكي ساب لي الكنز ده عشان خاطر ما بقاش خدام زيه زي بقيت جدود جدود جدوده اما كلهم كانوا بقوا خدامين. ايه الكلام ده يا لمبي؟ مش متعود عليك تقول كلام يائس وجواه غامق. لا لا بسبوسه
مشكله ان انا اللي يائس وغانق من جوه. الويقع هو اللي غانق ويائس من جوه. الحياه في الابسوليوت اللي كلها زي الموت بالظبط. الموت هو الحقيقه والويقع الابسوليوت للبني ادم في وسط الدنيا الزهوبه. جاي يا لمبي انت سايبني وبتكلم نفسك؟ يا بنت بكلم نفسي بقى انا عايش وعامل فيها عبد الحليم حافظ وانت زلطه قاعده جنبي؟ يا بنت الخيال ده عيشيه معايا بدل ما انت واقفه في الضله كده. بلا خيال بلا بتاع. هنعمل ايه في القدس؟ هنعمل ايه في ايه؟ في القدس. في القدس؟ اه. هنعمل ايه في القدس؟ بالذمه يعني دي خلقه يعني ولا بق يتقال الكلمه دي كده؟ ماله بقي؟ ماله بقي؟ انت بتتجنن فيا يا بنت ولا ايه؟ ايه يا لمبي انت هتمد ايدك عليا ولا ايه؟ يا بنت اوديك بالدماغ كمان يا بنت دم نفسك واحسن بدار ايدك اتصاب لك في سنانك. راشي سخن ودمه فايش. دم الفاضي ده. طب هنعمل ايه يا سيدي رجاله؟ ما تجيب بوسه بقى. بس يا لمبي في ميتين. يا بنت تجيب بوسه في القبور دي كده. يا لمبي. تفك الصدور. تعالى عايز. هنروح فين؟ المفروض ننزل تحت نعرف بقيه السر من عم كريسه. اه لو كده بقى سيبها لي تعالى ورايا. طبعا ما انت ابوك شيخ الميتين. تعالى. بس خلي بالك وانت نازل. تعالى بس انت اللي خلي بالك انت. ايه يا لمبي بالراحه. ما تخبي ما تنزل بقى هنزل. هتنزل. ايوه يا بنت نازل. طبعا انت واخده على الحكايه دي ابوك السفير الاموات. ده بنت بالراحه انت محسن لي دخله بيتكم بسرعه شويه يا لم. الله صدق يا لمبي تربه ابوك شرحه. شرحه؟ صدق فعلا شرحه. اخدها لك سكن جديد يا بنت ده مدفن. مدايم اللواجه. ايه انت جاي تدفنني ولا ايه؟ جاي يا لمبي انت خايف ولا ايه؟ لا لو خايف تقولي من دلوقتي هنا. لا لو خايف تقولي من دلوقتي مش اللمبي يا بنت اللي اتهدت ولا اي حاجه. ده انا اذبحك انا وادفنك في قلب المدفن. عارف ايه اللي حببني فيك بردك يا عسله؟ ايه؟ انك واد حمله. امال ايه؟ امال ايه الحمله؟ ده انا طول عمري مصمم ان انا ابقى حمله. الله. الله في حاجه احنا بنجري من ايه؟ يه. ابوك يا لمبي. اه ابويا. يلا خش. اه ايه؟ طب بص عشان خاطر ان يعني احنا ما ينفعش ان احنا نخبي حاجه على بعضنا صح؟ خير يا حبيبي قول. يعني احنا هنبقى في جواز بيننا وبين بعض كده وفي عيال وفي خلفه فلازم ابقى صادق معاكي. قول يا راجلي. نخاف قوي. يلا خش يا لمبي اللي خايف ومش خايف. نصيبة دي يلا تعالى. دي ايه اللي انت دي؟ الله شفت عامل ايه؟ اهو ابويا رافع رجلينا ناحيه الكنز. كنز؟ هنا بالحته دي. بس احنا هنحكي فيها قصه بالذات. جرب زق كده. ايه؟ مش عارف. اخش فيها مال بدماغي بقى. في جديد؟ ايه رايك بقى؟ شديد. حلو دي. تعال يلا تعال عشان نشوف الكنز. يلا خش. خش فين؟ اه هو ضلمه ولا ايه؟ انت لسه خايف ولا ايه يا لمبي؟ يا بنت خايف ايه؟ انا مش شايف بس. طب يلا خش. خش هنا. خش اعمل ايه؟ ايه؟ خش اعمل ايه؟ الباب. الباب ايه؟ ما هو مقفول اهو. واضح ان احنا حاسين ده تعيس. يلا بينا نطلع نسلم نفسنا بفلوس. نسلم نفسنا؟ انت مش معاك المفتاح؟ مفتاح ايه؟ مفتاح الكنز. يلا بسرعه جايين. اه مفتاح الكنز. ما هو؟ بسم الله. ايه ده؟ بص ده انا عم اغنيك المصحف ده انا مش هستغنى عنك طول حياتي. دخل في القهر بتاع قشطه. دخل يا بنت في القهر بتاع الحقني يا لمبي. يا حبيبتي بس مش يا لمبي. هذا هو انا عارف ادور في اوضه لما هدور في الصحراء. يلا بس انا متفائل. ايوه اكيد هيبقى جدي هريسه دوت صاحب محاجر هنا
والورث هيبقى عربيات روري بقى وبندوزر، ويبقى هو ده الكنز. ايوه افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، افتح يا سمسم، حسمسم ابويا. اسرع ايها العبد الكسول ولا تتلكا، والا قتلتك. ده بننزل فن هنا اكيد فجر الاسلام. فجر الاسلام بتصادف فجر الاسلام النبي عن النجم. عايز اسالك سؤال كده، وانا اروح منين هنا؟ ايه يا عم، انا بقولك انا عايز اتصور معاك، بقولك انا اروح منين ازاي عند الناس يعني؟ لن يتحدث معك عبدي الا باذني انا الملك. الملك؟ ملك ايه يا عم؟ انت واخده مفروش. كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ ان تتحدث مع عبدي دون اذني؟ وما زي النساء هذا؟ أمخنث أنت؟ من أي قبيلة أنت؟ اللي من أي قبيلة؟ من عند قبيلة عبيد. مالك يا عم الحاج؟ أنت اندمجت في الدرع وكده ليه؟ وبعدين فين الكاميرات اللي أنتوا بتصوروا بيها هنا؟ فين مندمج قوي ومحروق؟ أنا بسأله كلمتين. أنا بقول إذا كان ينفع هو ورد عليا، ينفع مش هينفع، خلاص يا عم الحاج هو حر. حر؟ أتقول على عبدي أنه حر؟ خسرت. ايه ده؟ انت قتلته بجد ولا ايه؟ يا نهار اسود، ده المعاون هيطرقع لك على قفاك. يا للخساره، كان عبدا رائعا، الان سوف اذهب الى السوق كي اشتري عبدا جديدا. هي فين فين الكاميرات اللي هنا؟ فين هي؟ فين؟ اه فين الكاميرا؟ كاميرات فين؟ خسرت يا مخنث. لا بقول لك ايه؟ اصحى بقى يا عم الحاج، وهيحصل معاك الصح كده يا عم الحاج. خلي بالك لحسن ده. انا بص، اوعى 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 يا في الارض يا اقعد اركع يا ابني. وانت عجبالك كده وروح مزوعك وروح مع بعضك كده. ما هذا السراح السحري الذي ينفتح فينبثق فيتلولخ؟ أرجوك أرجوك لا تقتلني أيها السيد، أرجوك. كاميرات فين؟ خلاص انهض انهض يا ابن المفضوحة. أنا يلا خلاص، لقد عفيت عينك. عفيت عيني؟ لقد عفنيت عينك. عينك أشكرك. فين بقى الكاميرات بقى؟ فين؟ خذ يا الله يخرب بيتك. الموضوع ده بجد ولا إيه؟ وبعدين الإرث ده بأنه هيعمل لي مشكلة بروبلم. ولا بدا انت هذا بدا بدا يا قوم يا قوم، هذه اخر قافله ستذهب الى مصر هذا الصيف. هل يريد احد ان يذهب الى مصر؟ هناك مكان لشخص واحد. مع السلامة عليكم. والنبي انا يعني عايز اسال، هي العشوائيات دي متجهه لفين؟ العشوائيات دي متجهه لفين؟ انا عايز اروح مصر. أنا لا أفهم شيئا مما تقول. أنت أعجمي؟ تحدث العربية. ما عنديش عربية أنا. أنا بقولك عايز 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 أروح، عايز أتكلم بالعرب يعني. نعم. لقد سمعتك تهلفت بالكلام أن هذه القافلة دي ذهب إلى مصر. هل هذا كلام حسن ولا نجيب أم حسن؟ أنا لا أفهم شيئا، سواء تحدثت بالعربية أو بالأعجمية. فعلى كل حال هذه هي قافلتي، سوف تتجه إلى مصر، وهي آخر قافلة هذا الصيف، وسوف تصل خلال شهرين أو ثلاثة أشهر. يا ويحي يا ويحي، ثلاثة أشهر؟ ليه؟ والجمل ده كم سيسي؟ سيسي؟ لا أفهم شيئا. وعلى كل حال سوف نشد الرحال على تلك الجمال. ما أجمل الجمال. يقولون أن الجمل سفينة الصحراء، هل هذه حقيقة أم فتنة؟ يا رجل أنت تثرثر كثيرا. يا عم أنا اللي مصرصر، ده أنت اللي ضارب الشريط كله. أنا أريد أن أذهب النهاردة اليوم إلى جدي هريسة قبل ما يتهرس ويموت. عايز أعرف مكان ال ولا بلاش؟ أضحك ثاني يا رجل. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن تصل إلى مصر قبل شهرين، هذا على أقل تقدير.
وهذه هي قافلتي، وسوف تتحرك إلى مصر من الحجاز. الحجاز؟ طب احنا هنا جدنا مصر الجديدة. نعم نعم. ايه دي نعم دي بتاعت انا. مع السلامة عليكم. انتظر يا رجل انتظر أرجوك. ايه ينقصني فرد واحد لكي أتحرك بهذه القافلة. يا عم بسيطة يا عم واحد مصر. لا لا اعمل حاجة معانا واحد مصر الجمل فاضي جوه. لا لا خش خش يا عم شيبوب الجمل فاضي جوه. خش اركب اهو. خلاص يا عم اي حاجة. ابو غلاس انت امي. إن حالنا يزداد سوءاً يوماً تلو الآخر. أعلم يا عمي هريسة أنني أصبحت عبئاً عليك، فأنت مسؤول عن طعامي وشرابي وكسائي. لا تقولي ذلك يا هندو، فلقد تركك أبوك لي أمانة، ويجب علي أن أرعاك. حفظتك الآلهة يا عمه، ولكن كيف سنتصرف لتسدد ديونك التي أصبحت مثل جبل أحد بل تزيد؟ إيه سأبيعك في سوق الرقيق. ماذا؟ رقيق؟ ألم تقل لي إن أبي تركني أمانة في عنقك؟ يا هندو يا هندو، أنا لن أعيش لك طويلا، فلربما اشتراك أحد السادة فيضمن لك غذاءك وطعامك وكسائك، وإنه من المحتمل جدا، ولو أنه احتمال ضعيف بل احتمال منعدم، أن يتزوجك أحد السادة فتصبحين من سادة قريش. لا يا عماه، لن أرضى أن أصبح أما. يا هندو، لقد مضى وقت الكلام، فقد حجزت لك في المزاد اليوم، ولقد أخبرني أحد المنجمين أن بيعك سوف يبعد عني وعنك سوء الطالع. هيا بنا يا هند، لا وقت للكلام. أترضى بذلك يا عمه؟ هيا هيا يا هند. لا لا امتى صباحا يا هذا؟ يا عم عمت ولا ما عمتش، انا نفسي الاقي نقطة مية. انا حينكي بقى حطب. يبدو عليك التعب، من اين اتيت؟ لقد اتيت مشي من الحجاز. اتيت مشي من الحجاز. يجب ان تأكل يا هذا. يا عم انك تهذي. يا سيدي انا لا افهم كلام امك، انا اريد ان ماذا هذه اللمة؟ ملمومين على ايش؟ انها مسابقة في الشعر. مسابقة في الشعر؟ شعر ايه يعني؟ بواريك وقصص وكده ولا ايه؟ يا عم انت ما بتردش عليا ليه؟ تدفق في البطحاء بعد تبحطلي، وقعقع في البيداء غير مزركلي، وصار بكل أركان العقيش مقرنصا، وهام بكل القارطات بشنكل. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت وايه يا عم؟ انت بتعرفوا على ايه ده؟ عمال يا هفلط بقى كده. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟
أشعر لنا. أشعر ده نشعر وبدل أفضل أشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم، بعد أن سمعتموني أيها السادة، الآن ستسمعون لهذا الرجل. أنت بتسخر كده يعني؟ مش تستهزئ بيا؟ ما اسم السيد؟ اللمبي. مرة أخرى؟ اللمبي اللمبي. والآن سوف تستمعون لللمبي. اصعد يا لمبي. ايوه اشعر يا لمبي. يا عم بقى خنقت لنا. سمعونا سالفه من حبيب النبي بقى. اسامحك لا، اغفر لك لا، انا مش نبي ولا اله، كتير حذرتك كتير انذرتك من حسن حزنك، شفتك معاه بلاش الحاح ضمير ارتاح، دموعك دي دموع تمساح ملحوظة. لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. خلاص ده شفت بقى سيد الشاعر العظيم. تعيان ولا ايه؟ من اين اتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل عليها الوهم، فده روح كاتب المشعره. الوهم مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ اكيد طبعا. هل هناك شعر المسلزيك؟ عذرا اوعى تقول لي تقول لي نسيت اسمي. بص عفرتك لك وجهك. لقد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس انه ملبس حر اكتبه البسه عندما اكتب الشعر. ولا ايه؟ اذن يا قوم يا قوم، انني اعلن لكم ان الفائز بجائزه الشعر، معذرة الاسم مرة أخرى، فإن اللمبي. ولو نسيته أنا هعلم عليك. هو اللمبي اللمبي، وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 بخن. هذا 1000 دينار؟ ده أنا ده الدينار الكويتي ب 24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن. لا لا بخن بخن فعلا. بقول لك إيه، أيوجد هنا مصرف صرافة؟ وما هي الصرافة؟ الشنش الشنش شنش العملات، مكتب صرافة زي اللي في ميدان لبنان، عارفه؟ نعم، إن الصرافة هي عند اليهودي. اليهودي؟ أنتوا اللي مؤسسين البنوك أنتوا يا كفرة. بخن 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 بخن. ما هذا الشعر الجديد؟ إنه لتطور للقصيدة. بالفعل، أرأيت السجع؟ نعم نعم. ما هذا الملل؟ أكاد أفقد متعة القتال. ألا يوجد في هذه البلدة من يستطيع أن يصمد معي؟ ها؟ أريد أن أستمتع بلذة القتال. أين الرجال؟ أين الرجال؟ أكلكم نساء؟ جائزة العليلي ده ولا إيه؟ إيه يا عم؟ إيه يا عم استوب موشن شوية. أنت إيه؟ لماذا أنت عامل نفسك فتوات على شوية عيال؟ ولكنك اذا لعبتني ها انا همرمم بك الارض دلوقتي. وطب جيم يا عم الحاج. ها المخرج فين بقى؟ وشايفني المخرج؟ واخد المخرج ايه ده؟ ده احمد مرعي ده ولا احمد مرعي؟ لا اظنك تستطيع ان تبارزه. يا عم بارزك حتى كمان بالسلحليك الصغنطط ده. يا كاميرات فين يا ده؟ هتشوفني دلوقتي المخرج؟ هتشوفني؟
خذ هذا. هذا ماشي. قضيت على نفسك ايها المسكين. ابو لي الخيمه بتاعت المخرج فين؟ يلا اهو يلا. لهجتك غريبه ولكني صعقت لك. ده 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 وعامل خدعه. شوف بص بقى، شفت بس الحقان الميزه بيبقى انتاج مكلف. شركه فرنسويه هي اللي بتنتج الفيلم. هي فين الكاميرا؟ بس برافو قوي، برافو قوي والله يا كابتن. يلا بقى عشان نخرج. يلا انا انت موت موت بقى عشان موت. نعم نعم ساموت. احسنت يا رجل، مع السلامه. مرحبا مرحبا. فين الخيمة؟ أيوة الخيمة، الخيمة بتاعت ال مرحة مرحة. بقولك ايه، فين بقى الخيمة بتاعت المخرج الأستاذ عباس العقاد؟ فين؟ اللي هي الخيمة اللي بيقعد فيها كده وفرج على التلفزيون وهو زي ما كان شايفنا. ايه؟ فين؟ انتوا ميتين ولا ايه؟ تقدمي يا فتاة، جارية من بلاد الشام تجيد الكلام وعزف الأنغام وتفسير الأعلام وتزهد الطعام وتسهر الليل لا تنام. من سيشتري؟ 100 دينار. 100 دينار. 150 دينار. 150 دينار. 160 دينار. 160 دينار. 200 دينار. 200 دينار. إنني خائفة يا عماه. لا تخاف يا هند، لقد بيعت تلك الجارية القبيحة 200 دينار، وبالطبع أنت ستباعين بمبلغ أكبر منها. أنا لست خائفة من هذا، أنا لا أريد أن أصبح جارية. كفي عن هذا اللهو الفارغ، لقد حان دورك، عود إلى مكانك. هيا هيا. ابنة أخي أيها النخاس، جميلة فارعة بيضاء هيفاء جعداء رغداء. وده سوق الجمعة؟ دخلته بضاعة إسلامي ولا إيه؟ وده الفيلم، أصل أنا حضرت تصوير الفيلم في الـ في الـ في, الـ في الجبل مع ال. اقترب اقترب صناعة الشام، اقترب صناعة الشام. مع السلامة عليكم. أمتى صباحا يا هادي؟ مع السلامة. الله يعليك، نهارك أبيض إن شاء الله. ها ماذا تريد؟ ماذا تطلب؟ ها؟ جلبابا تريد أم سروالا أم ماذا؟ لا انا عايز يعني حته جلابيه كده، جلابيه كده اداري بيها عوراتي يعني. عندي لك ما تطلب. أيوة. ما رايك في هذا؟ ها ما رايك في هذا؟ هذا انت ايه بتبيعه بالجلابيه اللي لابسها؟ يعني انا هاخد الراجل بالجلابيه؟ كلا كلا، ابيع هذا الجلباب فقط، اما هذا فملكي، اعرض عليه بضاعتي. ايوه من كان مانيكان، ده اسمه مانيكان، عن ده اسمه مانيكان. ده انت مختار نفس الشخصيه، يخرب بيتك. بس هكمل معاك، ده مانيكان ده. واضح انه لا يعجبك. ما رايك في هذا؟ هذا جميل، هذا جميل. وهو ايضا صناعه الشام. صناعه فاخره. اين انت؟ صناعه بدور فاخره. على الكاميرا. بس انت حافظ حلو قوي. صناعه فاخره تليق بفتى يافع مثلك. بكم هذه الستارة؟ سأبيعك إياها 10 دنانير فقط. يا عم 10 درنين ليه؟ ده موجود في أي حتة ب2.5. انزل على السوق الموسكي أو شارع الشوارب هتلاقيه مرن على العربيات هناك. وغير كده بقى اسقط على مول طلعت حرب.
هتلاقي الدنيا هناك دولك بنكسر الاسعار تكسيرة. طيحك من هذا طلعت حرب؟ يا دي خرب بيتك، ده انت بتمثل جامد قوي، بس انا هشغل معاك برضو. هي فين الكاميرات؟ من؟ طلوس عبدت. برافو عليك والله، برافو عليك قوي. واضح انها فعلها ابا الحكم مره اخرى، وافتتح متجرا ليبيع فيه بسعر منافس، ولكن هيهات هيهات. اسمع يا هذا، أيوه. سوف ابيعك اياها بخمسه دنانير فقط. حلوه حلوه، ماشي انني كوافق. ليس هذا فقط، بل عليه عمامه ايضا هديه مني له. حفظتك الآلهة. حفظتك محافظة الهدية، ده انت كده بتشتري زبونا. قل بالله علي، أيوة. من أين تلك الملابس؟ ها ما دي الشنسات اللي أنا بقولك عليها، ده من عند مول تلعب حرب. إنه جيد جدا. عبدالله. وتلك القلادة من تلعب حرب أيضا. دي بقى من واد اسمه سعيد قطعوده. سعيد قطعوده ده بقى خب من عنده بقى إيه أحلى سلاسل وأحلى هدايا. سعيد قطعوا له؟ من قطع له؟ أريد أن ألبس. انتظر. أنت اديني بهذا. بالراحة يا عم عليك. ما هو عبدي عبدي. ما تندمكش أبو كده، ممكن ربنا يكرمه وياخد دور كبير وأنت تبقى كومبيرس ووقف نفس الوقفة دي. النجوم بتتغير، خلي بالك. إنه أسود وأنا أبيض. يا عم مش بالسواد ولا بالبتاع ولا ما ممكن، ممكن يجي واحد فوشيا يجي يروح مطيرك ويركب مكانك وخلاص وركب النجومية. خليكم متواضعين مع الناس ومع كومبيرس بالذات، هتظبطني الدنيا ولا امشي بقى بوشك ده؟ بكل تاكيد بكل تاكيد، تفضل تفضل. واد يا عم الدرانيد اهي معايا، بس اقيس الاول، مش يمكن تطلع ميكس مارشال ولا حاجه ولا اميديان؟ في الخلف ما ما اقترب يا سيد، اقترب. صناعه الشام. ايوه خدعني بقى دي كده. ايوه انزل. ايوه اطلع تاني، بس وشك حلو قوي يا واد، والمصحف انت داير والله ربنا هيكرمك، والكلب ده هيبقى عندك بعد كده، ده هيبقى البيس بتاعك. او المصحف خد بالك انت بس اهتم بوشك، وشك هو نعم تحس انه جاي من بعيد بس حلو. او المصحف ده ما تاخدش كروز كده. انا بقيت منهم رب. نفسي القط الكاميرا. فين فين المخرج بقى؟ المخرج فين؟ فين المخرج بقى؟ عايز اقول بقى فين بقى؟ بقيت في وسط ال حلو قوي. الرحمة الرحمة الرحمة. السيف المطار، السيف المشنون، والسيف المسموم. ده الساحر يا رجال. على رجال. مع السلامة عليكم. أنت صباحا يا فتى. معلش أنا عارف إن أنت بتصور، بس حاطع الوهلة اللي هي بتجي لك دي. عايز أسأل فين فين مهروس؟ مهروس أين مهروس؟ تقصد هريس ابن أبي المهروس؟ أيوة. أين فين هو؟ لقد مر من هنا منذ قليل. أيوة. وقال إنه ذاهب لسوق الجواري. وأين سوق المجاري هذا؟ مجاري؟ أيوة. تقصد سوق الجواري؟ أيوة. أين نقع بقى؟ تريدني أن أدلك هكذا بلا مقابل؟ يا عم هظبطك يا عم، ده بص مفيش أكتر من الدرينين. أحسن تقول إن إحنا ده انا اللمبه ابو الجدعانه يا عمنا. بس انت لو طردتنا على المخرج هتبقى جدعانه قوي. مخرج؟ ايوه خد امسك اهو. وايه اثنين ده واثنين نصين. درام؟ ايوه درام. اترى ذلك الجبل؟ نعم. لا هناك. اجل ان سوق الجواري ايوه خلف هذا الجبل تماما. ايوه خلف هذا الجبل تماما. نعم. ماذا تصنع؟ انني صانع سيوف، ولن أدعك تمر من أمامي قبل أن تشتري من بضاعتي وصناعتي. خرب بيتك، ده أنت جسمك حلو قوي وبتمثل حلو قوي. فين أين الكاميرات؟ ما هي الكاميرات؟ يا جدع بلاش تسيح بقى، اللهم نهاري بقى. بماذا بكم ما هذا؟ إنه سيف مسموم. أيوه وما هذا؟ إنه سيف غير مسموم. وهذا طويل؟ هذه الطويلة حربة. أيوة. لكي تقتل بها العدو عن بعد. ما عندكش كذلك؟ كذلك؟ كذلك بتاعت التشفية كده، أو لا. أو حتى قرن كده، أنا بعز القرن أوي. لكنتك غريبة يا فتى. بكم هذه السنجة؟ إنه سيف. أيوة أيوة، بكم هذا السيف؟ من أجل لكنتك الغريبة. أيوة. بعشرين دينار. ليه يا عم؟ ليه؟ ما في كل حته بيبقى بسبعه درانير.
انصر وراء الجبل هناك الصبيان قاعدة وفرشين وكل حاجة بقى اللي انت عايزه بقى، كذلك وسفوريا من اللي هي الصغيرة دي، عارفها سفوريا، وحاجات الغاز كده بيدوها كده، لازم انت تهود عشان قدر تجر رجل الزبون. فعلها خزاعة وضرب الأسعار في السوق. واللات والعزة يا خزاعة، لن أدعك تمر مرور الكرام بفعلتك هذه. يا ويلك مني يا خزاعة. أمين ولا إيه يا عم الحاج؟ خذ أمين. هو لك مزاش يا عم الحاج، ولكن أعلم أنك قد خدعتني. أيوة. فقد دللتك على ما تريد ولم تعطيني دينار. أنا اللمبي صيحن، أنا اللمبي صيحن، ده كده 2-5 كده يبقى 7 تنانير. السلام عليكم. امتى مساء يا ايها اللمبي؟ يا ابن الجنيه ده انت بص هيساعدوك في الدور الجاي، هتبقى هيدوك دور جامد قوي من مصر، بس انت بكلم المخرج عليا. ها هي السنجه، السيوف، السيف والبطار. السيف والبطار. ده فين الكاميرات دي؟ يلا الكاميرات فين؟ امسك الحته دي ولا انا اخد انا الزاويه؟ اهلا، احنا نهارنا فل باين. بقولك يا قطه النبي، ما تعرفيش فين الديكور بتاع سوق الجواري؟ تسالوا عن سوق الجواري وصاحبات الرايات الحمر موجودات؟ رايات حمر؟ انت بتاعت حمام؟ انا كليبه. ايه كليبه دي؟ مفروض كلب دي ولا ايه؟ اجمل نساء قريش. ايه ده انت، ايه ده انت، بص ده انت عايشه شخصيه مفيش بعد كده. بس انا عايز اعرف انتوا شغالين ليل ونهار كده؟ مفيش ستوب، مفيش بريك، والحسنه رايحه جايه، والعبيد عاملين يتضربوا. ده المخرج ده جامد عظيم، ده عباس العقاد ده. ها عباس العقاد ده شغل العظيم الثقيل ده بتاع عباس العقاد. ها؟ لا افهم ما تقول، ما هذه اللغوه؟ تعال هيا بنا ساروي لك حكايه في الداخل. في الداخل؟ تعال تعال. انت ليه حافظه الدور؟ الديكور ده، الديكور ده حلو قوي. اقترب. مين اللي عمل الديكور ده؟ اجلس هنا. بس الحياه هيبقى جاي دلوقتي. بس بصراحه بقى انت عارف اللي عجبني في الموضوع ده كله والتخطيط ده، المهندس الديكور، مهندس الديكور فظيع. ما رايك هذه خيمتي؟ ايوه يا زمن الفن الجميل. هذه ليلتي ام كلثوم، هذه خيمتي وحلم حلو لي. هو ده زمن. أعني أن هذه الخيمة هي لإسعاد الرجال وإمتاعهم. زاد فن، زاد فن. لا تقلق، بمبلغ زهيد. زاد فن، زاد فن. إنها للرجال الأقوياء، الأقوياء مثلك من سادة قريش. يعني أنا شايف إنه كل ما قابل حد يقول قريش قريش، فهي دايما مكررة في السيرانيور كتير. يعني الأستاذ عباس العقاد ليه مصر على كلمة قريش؟ يبدو أنك غريب ومن قبيلة غريبة وتقول كلاما عجيبا، لكن نحن في قريش. لا والنبي، قريش؟ المفتاح، يبقى المفتاح والباب اللي ورثه، يبقى ده بجد بقى، يبقى انت قريش بجد. قريش بجد. يعني دلوقتي احنا قاعدين كده، ممكن ابو لهب يخش علينا؟ ربما جائز. والنبي
كوريج. يا نهار اسود يا نهار اسود. وليل كموج البحر ارخى سدوله. يا عم عود لنا بقى في حته بقى هتقعد ارخى بالورو. وده شعر بجد ولا ايه؟ هذا شاعر قريش. شاعر قريشي برضك. اتفضل قول يا زميل. علي بانواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمط بصلبه. ايوه. واردف اعجازا وناء بكلكلي. الا ايها الليل الطويل الا انجلي. حلاوتك هو ده بقى. بصبح وما الإصباح إلا بأمثلي. أحسن. بخن بخن. شعر جميل. بخن بخن. جميل. هنا. ودول اللي هناك دول كمان دول. إنهم يقامرون. سآتي لك بالنبيذ المعتق. هنا لا شيء. خذ. هنا لا شيء. خذ. هنا لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتكامر. تتكامروا؟ طب بقول لك ايه وحياة ولدك؟ يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين احنا من قبيله قريش. يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. بخن بخن. هنا لا شيء. ودول هناك دول كمان دول. انهم يقامرون. سآتي لك لا شيء. بالنبيذ المعتق. هنا لا شيء. هنا لا شيء. خذ. هنا لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتكامر. تتكامروا؟ طب بقول لك ايه وحياة ولدك؟ يعني هو احنا هنا فين؟ يعني اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين احنا دلوقتي من قبيله قريش. يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده. لان احنا فعلا في قريش؟ نعم. طب حياة ابوك. طب انا اروح من هنا سوق الجوار ازاي؟ انه بعيد وتحتاج الى دابة مثل حماري الذي هو بالخارج. يا راجل حماري اللي هو بالخارج وعملت تتصيد وتقولي سيدة قريش. انا سيدة قريش. في الاخر عندك حتة حمار موجود برا وسادة ومش سادة. طب ادوكوا ايه؟ لما تيجوا نلعب لعبه كده اعلمها لكم. تفضل. ايوه امسك هذا السيف وهذيك نقودي. هذيك نقودي دي ها اسمها مولك. اسمها ايه؟ مولك. مولك خلاص. والناحيه الثانيه اسمها ايه؟ كتابه. 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 يبقى دي ايه؟ مولك. ها مولك. دي ايه؟ مولك. مولك. ودي كتابه. 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 قول كتابه. حلوه. وانا هبقى حاطين فوق واغميها وانت تعرف تقول لي اذا كانت ملك ولا كتابه. اتفقنا؟ اهو. هوبا. انت تقول ايه؟ ملك. اذا انا كتابه. حلو. انت تكسب وانت تخسر عشان انت قلت ملك وهو خد كتابه. انا اريد ان اكسب. انا ايضا عايز تكسب؟ طيب انا هحط الدرارير كلها رهان. نلعب على رهان بقى. خلاص. وصاد الحمار بتاعك اللي بره. موافق. فاللي وافق انت؟ موافق. خلاص؟ موافق. هتديني الحمار؟ موافق. اللي بره ولا انت؟ موافق. موافق. خلاص ماشي. يلا يا عم، انت هتختار ايه؟ مولك. مولك خلاص وانا هختار الكتابة.
بس ملك وكدابة، هو حتى الحمار بتاعه برا عشان خاطر هو هيتراهن مكامرة، وانا اروح حاطط الفلوس كلها، هو يكسب او انا اكسب، ماشي؟ هو الملك، ماشي؟ اهو ده هو الثعبان الطائر ده. انت كنت ميزة؟ ملك يا وحي يا وحي. انها كتابة كتابة لكتك ستة الحمار. هيا 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 اركب عليه الحمار. ماذا تفعل يا رجل؟ انه ليس حماري، حماري بالخارج. يا راجل يا ده مش الحمار وقاعد معنا؟ وانا عمال برضك اقول في حمار بيتكلم مش واخد بالي. هاتني سيفي، هات السيف ايوه الحمار. هيا هيا ايوه اتبعني. انا هو هذا هو حماري. ايوه فين هو ده؟ عامل كم كيلو ده؟ ماشي كتير ولا ايه؟ تفضل تصحبك السلام. تصحبك اللعنه. هيا 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 يا الحمار الكافر. من هنا من هنا كده 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 يا عم الحمار كده. قلنا يمين يمين تاني. يلا لقد وصلنا الى ملمى البصل. ها هذا يلا ها شمال بقى شمال بقى شمال من هنا كده شمال من هنا. انت حمار خش يا شمال كده على طول. يلا ايوه السلام عليكم ياكم. مع السلام عليكم. ايه السلام عليكم. إليكم ضرة مزاد اليوم، جارية بطة بطة تنعدر من سلالة عريقة، من سيفتح المزاد؟ 100 دينار. 100 دينار. 120 دينار. 120 دينار. 135 دينار. 135 دينار. 15 دينار. 15 دينار. أنا أقول 135 دينار وأنت تقول 15 دينار. أنت بتتكلم على إيه؟ ماذا تتحدثون؟ لماذا تبيعون؟ على هذه الجارية الجميلة. أيوة إذن 500 دينار. 500 دينار؟ حقا يا سيدي 500 دينار. و15. ايوه دي ست باين عليها باين عليها بنت ناس وبيها عارف ايه باين عليها بنت ناس ومش رشه ولا اي حاجه. انها ترقص وتمرح وتطبل وتؤدي لك كل شيء. حمدا للالهه أنا لا أصدق عيناي. 500 دينار في ابنة أخي. صدق إنك راجل واطي قوي لحد أنت دي بنت أخوك دي؟ أجل بنت أخي. أجل ومش مكسوف؟ من أي عائلة واطية حاضر أنت؟ إنني هريسة من بني مهروس. هريسة يخرب بيتك، ده أنت عريتنا في وسط الكفار. هل سيزيد أحدكم على 500 دينار؟ أبونا إذن حلال لك. لا خلاص خلاص ما تعيطيش بقى خلاص. أنا مش أنا بصي أنا هشتريكي وهسيبك تفرحي خلاص ماشي. أنت اسمك إيه؟ هند. اسمك إيه؟ هند. طب بصي يا هنودة أنا روحي ذهبي فأنت فرحانة فأنت إيه؟ عطلانة فأنت إيه؟ حرة. انت حرة. شكرا لك لقد انقذت حياتي. امال ايه؟ انا مدينة لك بحياتي يا سيد. يا لمبي. يا سيد لمبي. ايوه. من اي قبيلة انت يا سيد لمبي؟ أيوة. لأحرر لك الصخ. صخ؟ ايه صخ ده؟ الصخ. هذا الرجل من بني الحارث، وهذا الرجل من بني النعمان، وهذا الرجل من بني المنذر، وانت من بني سويف. أتقصد أنك لست من أي عشيرة؟ إذا أنت لست من السادة. يا عم سادة إيه وبحليب إيه؟ مش ناقصة وجع دماغ بقى. صادروا ممتلكاته وحماره وسيفه وخذوه مع العبيد. أوعى يا عم الحاج أوعى.
اوعى ده انا غزلكم هبل بتاعكم ده، ده انا اللمبي ملوش كذا خيار يا عم الحاج. طب لا اله الا الله، الله اكبر يا كفار عليك يا شباب، لا اله الا الله، الله اكبر. ايه الحال؟ ابويا ابويا يا ان اللمبي شاعر مخضرم خبير بالقوافي، يتلاعب بالكلمات، يتنقل بين مفرداتها ومرادفاتها كما يتنقل العصفور بين الأغصان، يعرف من بحور الشعر ما لم نسمع به من قبل، ولقد سحرنا بالأمس بقصيدته الرائعة دموع التمساح. بخن 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 بخن. لقد سمعت أنه يصول ويجول بحصانه كالفراشة ويضرب بسيفه كالنحلة. نعم، وقد سمعت يصرخ فيهم قائلاً أنا من الألعى. ألعى؟ ما هي الألعى؟ لا أدري. سمعت أن اللمبية من قبيلة مهابة شديدة الركن. إذن سيأتون لإنقاذه، أخشى نادي راحة. فلترحمنا الآلهة. بالراحة ده يا عم، بالراحة يا عم الكلب. الله صعبان عليا انت قوي قوي والله، بعدلك كده يا عم. انت بتضحك كمان؟ ابكي ابكي تبكي تبكي، ده انت هتخش النار راكب ريس وهيقطعوا فيك تذاكر ويتفرجوا عليك. ما هي التذاكر يا عم؟ اقعد بقى التذاكر، اقعد فايب الكون. خسرتك يا لمبي، انت خدت اسير، انت خدت اسير يا لمبي، خدوك اسير يا لمبي. يا عم انتوا ربطنا كده ليه؟ انتوا هتضحوا بينا ولا حاجه؟ ربطنا كده ليه؟ انا عايز افهم. اصمت اصمت يا العبد الحقير، طوال الطريق هو انت تثرثر في لغو فارغ. انا اللي مثرثر برضو؟ ده انتوا العشيره كلها مثرثره. اصل دي يا زميل مش اخلاق كفار، يعني ينفع تربطنا كده؟ يعني خدت مننا، خدت مننا الحمار وما كلمناش، ورحت واخد مننا السنجه وبرضك ما كلمناش، وخدت مني الدرانير والدرار بيعمل 24 جنيه دلوقتي في مصر الكبرى، نعمل ايه احنا بقى؟ شش اصمت ايها الابله، انت الان عبد عبيدي، من حقه ان يجلدك ويحرقك ويقتلك. ليه عم يقتل مين ويسلك مين ويحرق مين؟ هو ايه؟ هو دي هيصه ولا ايه؟ طب بس كده هو بس يفكني كتما عظما، اروح ظرفه دماغ في نص تفاحه ادم، انزل من ودنه دي تفاح وناحيه تانيه فيكها. انت ايها العبد فك قيودهم. انا مش قصدي، انا كنت بكلم عن هو على فكره، يعني انما انت حب السمر منين؟ ها؟ انا حب السمر منين؟ تعرف سعيد سمكه؟ عارفه؟ ولا ابراهيم من المجنه؟ تعرفهم؟ مش عارفهم انت؟ شفتك قاعد معاهم انا. البرابريدز ده مش غريب عليا. يا هذا الحبشه، انت شكلك من الحبشه، جيش الملك نعنان. اما الان فلتذهب الجاريه الى الحريم. أمرك يا مولاي. يا عم أمك، طب ليه كده يا عم هريسة؟ صاحبتك السلامة. صاحبتك السلامة؟ أنت بتودع كلب عندك؟ أيه صاحبتك السلامة؟ وبصدي كده ليه؟ ما هذا الذي ترتديه؟ عينه في حتة تانية. ده نو نو قميص النوم يا سيدتي، يا سيدي. قميص النوم؟ أيوه. أما أنتم فلتذهبوا لخدمة الآلهة. هذا شرف لنا. إيه شرف لنا؟ وهنعمل إيه في خدمة الآلهة؟ هنشطفهم يعني؟ هتشطف الإله؟ ماذا يعني أشطفه؟ نعم؟ ماذا يعني أشطفه؟ ماذا؟ أنت بتعملها كل يوم، هو بعد البيبي على طول. صمتاً! خذوهم! يا أيوه. بالراحة يا عم، بالراحة. أيوه. أما لو مش شبه الكلب هتعمل إيه؟ أنت أيها العبد الحقير، تعال.
إذن فلتذهب أنت الآن. انظروا يا رجال إلى هذا السيف، إنه مثل سيف الفارس الليمبي والذي يصارع به الأسود. كانوا أسدين بل ثلاثة أسود، وإذ فجأة ظهر الفارس الليمبي وصرخ فيهم صرخة مدوية، فإذا بالأسود الأربعة تتحول إلى فئران. لقد سمعت أنه يأكل خروفين على العشاء. إذن لو استمر على هذا الوضع فسوف يقضي على القطيع الموجود بمكة، وستحدث مجاعة، ولن يجد صانع هذا السيوف ما يأكله فسوف يأكلنا. هيا رجال، من يريد أن يشتري هذا السيف؟ إنه مثل سيف الفارس الليمبي والذي قضى به وبضربة واحدة على خمسة أسود. إن الليمبي ساحر بالتأكيد، وقد قام بتعليمنا بعضا من ألعاب السحرية. أجل، وقد أعطيته حماري هدية لنتجنب شر السحر. إنما أنت ما قلتليش يا عمو، ما قلتليش أنت ليه بتشتغل عند الناس اللي هم الكفار الوثنجية دول؟ ما لقيتش ناس كده حلوين كده طيبين موحدين بالله كده تشتغل عندهم؟ يا لمبيو يا ولدي، أيوة، نحن العبيد لا نملك حرية الاختيار فيما نريد، وكما يقولون اربط الجمل أينما يريد صاحبه. الجمل؟ يعني لحد ما وصلت لنا احنا بقت حمار، يعني انت ما بتعبدش ابو منا ده؟ هكذا وجدت ابائي واجدادي واجداد اجدادي. لا ايه يا عم، في ايه؟ انت تفكرنا عمال، لماذا يا عم تفكر ان انا اصيع عليك؟ لماذا؟ انا لا افهم ما تقول. ايوه، ما هذا هو الدليل، ان انت مش فاهم وانا مش فاهم. ورث العيلة بتاع عيلة أبو هريس الموروث كلها إنهم ما بيفهموش بعض، لا أنت فاهم بقي ولا أنا لن أفهم بقك، وده دليل الغباوة اللي هو ورث العيلة في غباوة. بص انظر لتلك الذبيبة، انظر كل تلك الذبيبة. الذبابة الحمراء، الذبابة الحمراء، تلك الذبابة الموجودة على كتف كل رجال بني مهروس. أيوة، وأنا كمان. ولكن من أي فرع من أفرع العائلة أنت؟ أنا عفيت جدك. سأصدقك القول. أيوة، لقد أخبرني أحد قارئ الطالع، أيوة، بأنني سألتقي بشخص من العائلة، ولكن في زمن غير ذي زمن. في زمن غير ذي زمن إزاي يعني؟ فين الكنز؟ الكنز؟ ايوه الكنز. ايوه، ارجع كده بالذاكره، كده ارجع بالذاكره لمدارس قريش في الكفار زمان، ارجع وافتكر. بالطبع. أيوة، بالطبع الكنز موجود. أيوة، ولكن ابي قد اخبرني الا اخبر به احدا حتى ادخل في النزع الاخير. طب والنزع الاخير ده هيجي امتى؟ الإله وحده يعلم. يا عم ده قاعد بيحشش، انت بتقلها ايه؟ ده انت بتعبد صخرة؟ ما تعبد اي حاجة تالف المقطة غير دي. ماذا؟ فين الكنز؟ في الحقيقة انا لا استطيع ان اخالف وصية ابي، انتظرني حتى احتضر. يعني انت احتضر يعني انا عايز اعرف انت يعني ايه تحضر، عشان انا اعرف منك مكان الكنز. ادبي ايدك اجيب زورك من جوه ولا غوزك؟ يا عم الكنز فين؟ أبوس إيدك عزبت. مولاتي تريدك. مولاتك مين؟ مولاتي كليبة. كليبة؟ كليبة. تا دي من الأردن دي ولا إيه؟ تا من الأردنية. بقول لك إيه، أنت افتكر فين الكنز لحد أنا ما أروح لكليبة أشوف عايزة مني إيه؟ ها؟ وجري لك. بقولك إيه، وليه هنا بقى عدت الهوا دول كده، دول ليه منتشرين كده في قلب
المنطقة بتاع كوليتش. نحن الكفار يا لمبي. أيوة. أول من صدرناها. الراجل ده بيغيب فجأة كده عن الوعي. يا بنت بتاعت انا عايز افهم دلوقتي انت جايباني ليه تاني هنا عند عيش البلبل؟ مولاتي تريدك. مولاتي قليبه. انت كل اللي طالع عليك تقول سكه مولاتي تريدك. طعم يا لمبي طعم. بطلتن انت. طعم اي. بطلتن. انت ما سابا ايها الكفار. يا نهار اسود يا نهار اسود. قناة التت بادية من هنا. فين محافظ قريش عشان يشفر الخيمة دي؟ يا نهار كفر. لبي كلمة. أريدك أريدك. تريديني فين؟ تعالى. تريديني فين؟ تعالى لبي. الراجل اللي بعنا الحمار قاعد هناك اهو. هو ده. انت واخدني خذ من خيمة كبير الكي انا ولا هيا بينا هيا بينا تعالى. ايوه قاعدة خلوة خلوة القعدة دي في لوحدينا. اهدى الله يسترك. يقولون انك اصبحت عبدا لزيدون. عبدا؟ من اللي عبدا؟ الهندي عمره ما يكون عبدا وما حدش يقدر يخليه عد عنده ابدا. انا قاعد عشان خاطر البيت اللي هناك وريسه قريبي. ايه ايه ايه؟ لا تقلق لا تقلق. ايوه إيه؟ اشتريك وتصبح عبدي. عبدك؟ يعني نخلص من زيتونة أجل الكلمة؟ لا اللمب عمره ما كان حد يقدر يشتريه. اللمب ده واد حر كده. منطلق. تبص تلاقيه كل في كل مكان طاير كده ومتنطط. اوعي اتنين في واحد. انا اواه صحة 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 لمبي. لمبي أو تدري لما أرسلت في طلبك؟ أو تعلم مدى شوقي إليك؟ أو تدرك كم عانيت في انتظارك؟ صهن 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 صهن. أنا هارش ماذا تريدين أن تفعلي معي؟ تريدين أن تنالي معي علاقة غرنية غير شعرية؟ أليس كذلك هو هذا ولا إيه؟ لمبي أنت شخص جذاب. أنا كذاب؟ أنا كذبت عليك بحاجة؟ أنا وعدتك بأي شيء في الحقيقة وكذبت عليك بحاجة؟ أنت هتلبس في نهاية تهمة ولا إيه؟ لا أنت أسد غضنفر ليس شخصية جذابة. أيوه نعرفه. وأنت أيضا شخصية جذامة. لمبي إيه؟ أحبك أحبك حب العبادة. هو أي حد يعدي عليكم كده في روح تعبده؟ يعني بالراحة شوية. إذا أنت لا تبادلني الحب بالحب. إذا أنت مش مسألة أبادلك الحب بالحب، لأن مش لازم يكون في بيننا وبين بعض في النص في سيكو سيكو عشان خاطر تبقى العلاقة تبقى حلوة. لا أحد يسلو أن يرفض كوليبا. اهدي بس وحيد الله يا نهار أزرق. اهدي اهدي. ده أنت جميلة الجميلات في قريش. ألا ده أنت قمر. ده ابليس نفسه يجي تحت رجلك ويقولك ابوس ايدك جوزي. لا بلاش دي بلاش دي. ها ابليس ما يقدرش يتكلم في حاجه. فلنشرب نخبا. اقترح نخب الصداقه الدائمه. ايوه بس عندك على حاجه. هو تكون دي خمرك؟ خمرك انه نبيذ. ايوه نبيذ.
نبيز يا لذيذ اللذيذ كم بتاخذ الانجليز؟ شاعر 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 جديد شاعر غريب يقولون انك شاعر شاعر ماهر هيا قل قصيده في محاسني اقول قصيده في ايه قصيده في محاسني وجمالي ايوه وانوثتي ايوه اقول او تتنازع ولا مازع ولا مازع حبك حبك عامل زي الإزازة والردعة في البزازة انتهت القصيدة؟ والبزازة معايا قصيدة رائعة قصيدة جميلة لم أسمع حتى جميل بثينة أو زهير بن أبي سلمة ده من البقية العيل دي التلاتة دول أبو سلمة بتاع الكبدة يقولون شعرا نايف فلننتهي من الكلام ولنبدأ بما أريد لا بص بص استنى خبر شفت كنت حننسى أهم حاجة ثاني ودي دي اللي تيجي كابس كده مرة واحدة إبليس قبل ما يحضر لازم نجهز له الفرش بتاعه إزازتين بيرة مشبرين كده مفلتين جايبهم من الدقي أخد إزازتين البريدول عشان دول محطوطين عندي بره في قلب العربية صف تاني والعربية الإزاز بتاعها مفتوح ها وراكم صف تاني والعربية الإزاز نازل بتاعها والسنتر كولوت مش موجود وبعدين خايف العربية تاخد بعد في حافل الكولوت بتاع العربية واجيب البيرة واجيلك بسرعة ها جاي لك حالا نوعت ها جاي لك ده أنا بصي هرنك كده عطل هتشوفي ما هذا الكلام الغريب ماذا يقول هذا الرجل أقول لك أنت عندك بفرة أوتومان ولا رزلة ها البفرة عشان خطر للرولي لو ما فيش ما في جلد ماعز طب نلف فيه جلد ماعز أو أي حاجة ما هذا الرجل الغريب لكن عندما تريد كليبة رجلا تناله لا تتلكى يا لمبي حاضر يا أسطى بتريل كمان كم أنت جميلة أيتها الجارية يا لروعتك هل يسمح لي سيدي بالانصراف لأتدبر بعض شؤوني أم يريد شيئاً آخر؟ أريد شيئاً آخر لا أريد أشياء أخرى يا ابن ما عرفنا أنت جاريتي ومن حقي أن تفعلي ما أطلبه منك وماذا تريد مني؟ أريدك أن ترقصي لي وإذا قلت لك أنني لا أجيد الرقص سأقول لك أنني أجيد تعليم الرقص لمبي لمبي أغذني يا لمبي لمبي كيف تجرؤ على فعل يا عم أغذني يا لمبي يا بنت من أخذ الغوص يا لمبي يا بنت ما أخذت ما دحت هنا يا بنت دحت هنا لمبي أغذني يا لمبي ما هو يا بنت ما هو معاف مش أنا قلت لك وعاف مش أنا قلت لك وعاف ويحق عملنا كده الواد البيت ده الواد ده البيت لقد حاول تقبيلي نعم حاول تقبيلي يا بنت ما تقولي عمل انت مش معتني عشان العمل تقبيلي وده كده بقى كابتن زيتون ولكنني قاومته بشدة برافو عليك يا بنت رجولة ليه كده انت مالكش اخوات بنات كفار انا لا افهمك انها جاريتي ومن حقي ان اتمتع بها واقبل ايه قبلنا جد يعني ايه قبلنا قلت لك تاني هي مره واحده يا لمبي مره واحده يا كذاب انت هتقول بص بتقول اتنين زي تاني وبعدين بقى هقول لك على حاجه ما الراجل ده برضك عنده حق انت عندك حق لماذا هذا لانك انت من حقك ان انت تبوسنا معا الاثنين لان احنا عبيد عندك فيجب ان احنا نبوسك ويبوسنا ايوه ماذا تقول يا لمبي؟ ايوه يبوسنا ولازم تبدا بالبوس من عندي انا هذا البوك لا افهمك من انا حقك على انا حبوسك انا على حقك وشايف ايه يا عم وشايف ارواح ولا ايه؟ انا فعلت يا لمبي انه زيتون زيتون على نفسه يا هصه ولا ايه؟ سيقتلون انا يا بنت اقتلني يا بنت وحده لازم تقفي حمايتي يعتبر اللمبي اللمبي بتاع السعاده والحركات ده انا اللي كده يا بنت سيمزقون انا يا لمبي يا بنت انت هتخطي ليه؟ وامزقون
بدي استمر اسمها بالريحة طيب هنا سيقتلك يا لمبي سيقتلك يا لمبي اوقفوا الغناء والرقص المية ومش عارفين نستحمى ولا انت وسطينا هو شامم ريحتنا ايوه عنده حق يا سليبي ريحتهم بعفني يا هذا بن شوي لقد حينت اللحظه والواقع بيقول ان احنا لازم نبدا ثورتنا قبل ما نموت من الريحه ايوه صحيح صح ولا ايه؟ مظبوط تمام على انه ممكن نموت من الريحه ايوه طبعا بني ادم يقدر يعجن ايوه صحيح مظبوط احنا اول حاجه في ثروتنا دي الواقع بيقول ان احنا لازم نستبزه ايوه نستبزه مظبوط بقول لك يا زعيم الناس دي ناس غلابه وعلى قد حالها وبتخاف من خيالها عايزه اللي يبتدي واحنا كلنا وراه ايوه مظبوط تمام انا 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 ما بختلفش معاك في القضيه اختلفش معاك في القضيه بس احنا يعني لازم في الاول انا بقول لك ان احنا نستبزه زي بتبتدي بالاستبزاز واخد بالك وبتكمل بقى المسيره بعد كده ايوه صحيح ايوه امال الفكره حي ادي هنا يا سيليبي ايوه البلد محتاجالك ايوه حاضر خلص انا هحاول اجيب ليا من البلد اسمعني بقى يلا يا سيليبي ما خلصت بقى تبقى ترد قوي الله يا هالد رشواي العتيقة ايوه يا هالد رشواي الكئيبة ايوه لقد حينت اللحظة اللي الويك عبد داع يقول ان احنا لازم نسطر التاريخ ايوه صحيح ليه لان اللي ملوش قديم ايوه ملوش جديد ايوه مظبوط زي بالظبط كده اللي ملوش ماضي ايوه ملوش حاضر ايوه والواقع بيقول دلوقتي بيعدينا في بعض ها انه انا انتم وانتم انا تمام من الحمار فينا بقى مش مهم ونبقى لنا ايه لنا كده شمخه في الكلمه خد بالك والواقع بيقول انه لا للظلم ايوه والواقع بيقول لا للحريه ولا للابجيه ايوه دي اهم حاجه دي ولا للفقير ايوه ولا للغني ايوه والله الغني ايوه يا رجاله يلا بينا رجاله ولا لكم تعالوا من هنا مش ده بيودع على هناك برضه يلا بينا رجاله Thank you.
مبسوط تعال يا حاج بلطة. شايفة الناس مبسوطة قد إيه؟ بينك الناس بتغرق يا سيدي. إيه؟ بيغرق ولا إيه؟ لا والنبي. إيه يا سيدي؟ يا لبي يا لبي يا نهار أسود. معلش يا رجالة، كل ثورة وليها ضحاياها. الفتحة على إخواتكم، الفتحة. كفاية يا لبي. والآن أيها البلد، الآن حان موعد الموجة الثانية من الثورة. انت فين يا فتحية؟ أنا هنا يا عيني، بسمعك وبتعلم منك يا لبي. ليه؟ يا لبي. لبي؟ إيه ده؟ ما فين سلبي؟ لا ده كان سفان، إنما ده بنت دلوقتي بقيت مرات الزعيم. يا نهار أسمح، بحبك قوي يا بنت والله. وأنا بحبك يا لبي. أنا كمان بموت فيك، بس أنا خايف الثورة تروح في اتجاه تاني الوقت واحنا مع بعض كده. اهتف. أيوة. اهتف يا زعيب. ايوه زعيب، ايوه هاتف. طب اهتف ورايا فتحية. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. عبدة؟ يلا يعني اذا كان سلبي مش هتبقى عبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت 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 حكم العمدة. 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 إرحان 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 يعني امشي. إرحان يعني امشي. يلي يا ابو تدري، انا بقالي 30 سنه عمدة دنشواي ابا عن جد. عمري ما حسيت اني مالي مركزي قد اليومين دول. ايوه امال هم هيلاقوا في البر كله عمده زيك. ده انت مراعي مصلحه اهل البلد كلهم اخر حاجه، حتى الانجليز شايلهم على كفوف الراحل. ما هي دي الشطاره، ازاي تنيم اللي قدامك على الجنب اللي يريحه. بس بقى على الله تعدني من ضمن اللي عايزين يرتاحوا. ايه انت هم مرتاحه واخر غندره يا مبطرخه. يا عمدي يا عمدي. ايه يا عمدي؟ ايه يا زفت انت في ايه؟ البلد هيجان عليك وعلى افعالك الهبله. اني افعالي هبله يا ابن الهطله؟ غور نجيب حشاكتك ده يا فمك. ده كان زمان، انما سلمبي فنجل عينينا ونورنا يا حراميه. اخرس انكشح يا واد بدل ما تخك. هنكشح وهغور، وادي حاجتكم اهي، انا هنضم للمعارضه. غور يا ابن السرمه، هتشوفوا ايام سودي. غور يا ابن السرمه من هنا. جبري ليه والله يقطع خبر امك. ايه ده؟ ايه عمده؟ الواد الليمبي فتح عينين الفلاحين علينا، يكونش يصدق انه زعيم بصحيح. انت لازم تتصرف يا عمده. طب والعمل يا مقتدري؟ وهي دي تفكيري؟ ما تتصرف قبل ما تبقى هزو. لا قطع لساني اللي يقول عليا كده. الموضوع ده لازم يخلص الليله، ارميه من فوق والليله يا عمده. طب افرضي انه وقع وما ماتش،
والليمبي قرره وعرف منه سر الكنز علشان تطمن تخه قبل ما ترميه. ارميه منين يا ولية؟ يا لهوي يما هترميه من فوق الحصيرة يا راجل، من فوق الدار. يا ساتر عليكي، ده انت مرة سو بريه من شرك. قوم يا راجل. حاضر، اديني غاير في 60 داهية. راجل بلط. يسكت يسكت حكم العمدة. 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 هيصة هيصة عندي عمدتنا. انزل يا عمدة، انزل يا عمدة عشان تشوف الموجة التانية من الثورة. الناس ايه؟ ما ايه؟ مش مشيت. الناس مشيت. فين الناس يا بنت؟ الناس مش عارفة يا سليم، بس ادي معاك. معايا ايه؟ الناس اللي مشيت دي ايه؟ فلول ولا ايه؟ ايوه فول، نفسي في فول ايه، وفحلم بصل بس وقرنين بس بس فاهم. جوعت جوعت يا سليمبي. انت جوعت ايه؟ جوعت من الهتاف. هتاف ايه؟ ده انا اللي طلع عيون امي اللي جابوني. احنا الوقت الثوره باظت خلاص. ايه الثوره فكرتي؟ يلا اهتف اهتف يا سعيد اهتف. ادي سخنت. سخنت ايه وانت هتشوط البلد؟ ايه سخنت؟ انا تعبت بقى بهتف من اول البلد. عيب انت سعيد اهتف يا ست. مش هتنامي على عيني اللي جابوني؟ هتفت خلاص. بس بس يا سليمبي خلاص خلاص. يسكت يسكت حكم العبد. يا سليمبي ايوه هريس اهو. مش هو ده سبب نزولك البلد؟ ايوه. مش هو ده اللي انت عايزه؟ ايوه. وماله؟ خده بس جثه. ما تموتنيش يا عمده، انا اعمى. اخرس يا كلب. عم هريسة جدو. جدو انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه اللمبي. انت اللي كنت متطبل على الطبلة؟ الحمد لله الحمد لله. هي دي البشارة، اللمبي بيطبل على الطبلة. ايوه زي ما قالولنا. وكمان الدبانة الحمراء هنا على كتفي. انت اللمبي. ايوه أنا مبسوط قوي. ايوه انني فتحت قبل ما اموت. وهقول لك على سر الكنز. قول. ايوه بس مش هقوله لك هنا. امال فين؟ هقوله لك هناك تحت الشجره. هتقولي لي هناك تحت الشجره ازاي يعني؟ فين الشجره الشرقيه؟ عارفاها. انت عارفه الشجره الشرقيه؟ ايوه ايوه خلاص ماشي. الشجره دي ليها فيها ذكريات. أيوة. كنت بقعد انا وستك هناك وناكل برتقال. ناكل برتقال. الله يرحمها. الله يرحمها. هي فين دلوقتي؟ ماتت. لا والله. هي السبب في ضياع عيني. كنت احدفها بالبرتقاله. تحدف لي بالبرتقاله. ايوه. وفي ساعه تجلي حدفتني ببرتقالتين. ضيعت عيني بس كان عمى مؤقت. الله يرحمه. خلاص كنت تحت الشجره بقى. سد معايا بتحيي خطي يا سليب. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يا حليل بالك يا حليل بالك يا خلق يا شهادة. ابو الحاج هريسي بيفرفر وشكله هيموت دلوقتي اهو. يلا يغور ابري يلم العفش. ده قاعد يتسلف من كل واحد فينا النيكله والسحتوت لحد ما بيعنا هدميتني. يعني ايه يا فلاحين؟ هنسيب هريسه ده يموت كده من غير ما يقول لنا مكان الكنز فين وفين خباه؟ يا نكدي احنا نروح كليتنا كده ونكتم على نفسه لحد ما يقر مكان الكنز ده فين. ايه يا سخام الطين اللي انت بتقوله دي؟ نروح كليتني ونكتم على نفس؟ بيقول لك بيموت بيفرفر. هنعمل في ايه تاني؟ امال هنعمل ايه بقى يا سهار؟ الله يخرب بيتك خرعتني بالراحه مسروره.
أنا عندي الحال. إيه؟ أكيد الأكيد هريسة دي وهو بيودع هيقول لي لابنه ضناه عن مكان الكنز. يا سلام، كلامك فطير مشلتت يا حاج. ده كلام موزون بصحيح. هو ده الكلام يا مهضم. يبقى احنا نراقبه لغاية ما نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخده لوحدي. قصدي يعني اخده لوحدي وبعدين اقسمه علينا بالتساوي. والله كلامك فرص بعجوة يا حاج. كلام موزون بصحيح. الله يفتح عليك يا مهضم. يبقى مين اللي المفروض نراقبه لغايه ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي. براو عليكم يا رجالي، يلا بينا. على فين؟ الله يخرب بيوتكم، على الليمبي وهو بيسمع من هريسة مكان الكنز يا بهاي. يلا بينا. يلا. قدامك يا جدي، قدامك يا جدي. انزل انزل، حطيت لك حجر اهو. انزل ريح. ايوه. طب وبعدين يا سيدي؟ اللي بعدين ادينا قاعدين بقى لما نشوف اللي هيحصل فيه ايه. يا عبدي انا خايفه. بس بنت، بس بنت العلامه، بس العلامه، العلامه بتاعت الكنز بس. ايوه. ايه سليبي؟ مفتاح الكنز. مفتاح الكنز. ايوه. ما كدبتش يا سليبي، وصفه الكنز كبات. انتوا مالك متاثره قوي كده ليه؟ يلا بينا بقى عشان نروح نمشي بقى. يلا. لا يا سليبي، لا بقدرش اسيب ابويا وابي، ملهوبش غيري. يا بنت ابويا وابوي ايه يا بنت؟ بقول لك المشاعر الدفينه دي ملهاش مكان عندنا في قلب الحته اللي انا جاي منها. يلا بينا نخلع. يلا. بقدرش يا سليبي، مش انا اللي ابيع اهلي، ادي بالبلد دي، بلد ابويا وجدي، ادي مصري. برافو، حلو قوي. يلا بقى خلاص، روح يا سليبي. طيب هروح عشان خاطر سليبي دي. ايه يا سليبي؟ هتروح الليمبي الكاري، هتروح الليمبي ده. انا عايزه هنا، وحياه امي لربيكي، هاتوا الليمبي الكلب ده. بتحلى بتحلى يا ده الليل والنهار اللي الواحد عمال. بص بقى يا جدعان، احنا جايين في مصلحه وحطينا على الله على طول. خد بالك يا ست ناديه لطفي انت وبنت عفان، ماشي؟ أنا جاي في مصلحة وماشي على طول. هاي 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 هاي. من أنت؟ أنا اللمبي. حسنا حسنا، اقتلوا هذا اللمبي. اقتلني؟ هو يا عم الحاج، هو يا ايه ده يا معلم؟ خلاص الشريان التاج اتقطع. اصحى دلوقتي، اصحى اصحى. لما انا حاجة عم الحاج، حسنا اقتل. لا حرام، اقتل النفس. اقتله. انا اقتل النفس ايها الامير الروح غالية. حسنا، انت الليمبي الفارس العطوف. يعيش الليمبي الفارس العطوف. يعيش الليمبي الفارس العطوف. يعيش الليمبي الفارس العطوف. يعيش الليمبي الفارس العطوف. Thank you.
النبي ليلتك عسل والله. النبي عسل ان شاء الله. هي. 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 ابو خلود يا جامد انت. هي. اتفضل. دي فنون شعبية، ده فنون شعبية. محمود الرضا دي، محمود الرضا انا هنا معاكو. كام العنب النهارده؟ بناتي ده ولا ايه؟ بناتي ولا رجالي؟ خذ ما تشتهي. ايوه هو ده بس كفايه. انت عارف في مره انا دواي دخل عليا واحد وبيشهر في وجه السنجه. سلم بي؟ لا. ما هي السنجه؟ السنجه السنجة هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن السفوريا يعني. السفوريا حتة كده مبرططة وحلوة. عجل عارفه. اكمل. بعد الزهاكة دخل عليا فروحت ظرف وانا بقى من تحت اللاطو كده. وطرعتك وروحت جايبها له الدم ده بقى ايه نفورة. وروحت ظبطها له من تحت فرح ظبطت الدنيا. حببت انت. ومات. ومات من ده زمان. هذا الشخص لا ده هو لسه بيفرفل لحد الوقت الدم رفير. واو ما بيه. كم انا احب الدم جدا. أيوة. جدا بيه. سلم بي. يس ساعينك قائد الجيوش. تسلم يا ريس. لقد عينت سيرلم بي قائد الجيوش لكي تعلمهم القتل بالسلاح ليك وبالسفوريا. بالسفوريا ولا وفي عندك برضك في كذلك شنطة كده ده بعيده قوي. أجل للسلخ ده. أقلبه معك. أقلبه معك. ده بيبقى موز. أقلب كل هذا معك. ده الشطة منه دي بص كده اهو مغرقة دم كده. اوعى رائع. أيوه رائع سيرلم بي. يا أنت ستخوض الحرب. حرب؟ حرب ايه؟ وانت بتبص فوق ليه؟ هي الحرب فوق؟ حرب ايه اللي انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد او في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند ناس للطالون فانا اروح ناطط من فوق الصور بتاع القلعه واروح جايب كده موسيكل. سير لومبي. ايوه يا قطه. لا تقلل من شانك.
ستكون قائد للجيوش حتى تقود البلاد للنصر. النصر؟ أكل نصر إيه؟ ده أنا كبير أوديهم مدينة نصر. نصر إيه؟ مدينة نصر؟ مي. مدينة نصر اسم جميل، اسم رائع. وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينة نصر. نعم، بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينة نصر. مدينة نصر، أيوة، وعباس العقاد. حسن حسن، لتأخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب. وياسر شمع. وياسر شمع. والنصرية. والنصرية. يعني عبدين. وعبدين. ومدن عبدين. ومدن عبدين. يعني ملوك الإكسسوار. وملوك الإكسسوار. وسمعنا أحلى سلامة عبد على الناصر. سير لامبي، عيوني، لك ما شئت يا قائد الجيوش. حبيبي أموت أنا في الأوضة الصيانة. هي هي سير لامبي، انت ايه هتعمل حاجة ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد. انت صديقي؟ ايوه صديقك. ايه انت فاكرني هخونك ولا ايه؟ لا 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 لا، اوعى تعمل فايبريشن ببقك. لا 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 لا، اهدى شوية بقى اهدى. دي اختي وانت اختي، يعني ما ينفعش ان انا اغلط معاك. انت برازر وشقيق، عيب. لا هذا كلام يخرج من قلبك. نعم انا اصدقك. ميرسي قوي، شكرا. انت حبيبي مش كده ولا ايه؟ بس يا نجوى قوي حببت انت. عو ما تديني دي. أحب أعرفكم بنفسي، أنا ليندي مدرب كونغ فو جديد. ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني إيه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعة في الأداء، بلطجة في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لأن الحرب خرعة. الحرب إيه؟ خرعة. الحرب ايه بالسامع؟ خرعة. خرعة. ولازم تخرع اللي قدامك. لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوه لازم تخرع اللي قدامك. مبدئيا كده انا عايزكم تنسوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال. دي مبدئيات، مبدئيات ال مبدئيات ال الحل الحل الحلول الحل الحلول. ونحن ماذا سنفعل يا القائد؟ ها؟ ماذا سنفعل؟ نحن ماذا سنفعل يا القائد؟ لا أفلك في حتة بقى، أنت مش لسه مكلمني هنا دلوقتي؟ ها؟ ولا إيه؟ ها؟ إيه ده؟ أنتوا تعرفوا بعض؟ تعرفوا بعض أنتوا؟ آه إخوان. أنتوا إخوان؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ لا ده أنا هحتاجكوا قوي بقى، خلي بالكوا، هحتاجكوا قوي. خلاص يا رجالة، مبدئيا دلوقتي أنا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في إيديكوا على الأرض، ارمي. دلوقتي إحنا هنتعلم إزاي نبقى في بولعية في الخناق. أول حاجة هنتعلمها أنت هتخش عليه وتروح تخده بالقلم كده، خلاص؟ خش عليه. أنت بالنسبة لي هتروح مديله بالركبة ببطنه. وأنت برضه نفس الفكرة تروح مديله بالركبة ببطنه. ماشي؟ توطي لما تيجي تضرب توطي. خلاص؟ يلا العب. أنتوا عندكم أنا عايز نظام التهويش. اللي هو اوعى يا كده، ها؟ تعمل ايه؟ تهويش اوعى يا كده، اوعى يا. ايوه انتوا انا مبسوط منكم قوي. انتوا اقعدوا بصوا ببعض طول الوقت. ماشي؟ يلا بصوا ببعض. اوعى يا. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي، عايزك تجي كده في وشه كده وكانك بترجع، تروح تهفف وكده، ها؟ ماشي؟ وانتوا خشوا لوشوا ببعض بردك. وانتوا اضربوا ببعض. خلاص يلا شغال يا عم الحاج. ايوه اضرب بعض بجد. ايوه حلو قوي. عجباني التفه اللي هناك دي، التفه دي عجباني، والقلم والربه دي. بس خلاص خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قله الادب، هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايه ايه ايه
ايدك يا ايدك يا اغوزك يا اغوزك يا نخلص اسمك فاق جسمي نخلص اسمك فاق جسمي كده يا كده اسحن النون اسحن النون طلع لسانك كده هذا هو هريسة ماذا تريد أن تفعل به؟ هريسة حبيبي هريسة حبيبي اسأله في أي أوضة اسأله في أي أوضة لحد ما خلص أمرك أيها الفارس حبيبي عم هريسة حجيلك أنا يلا يا ليش تميات دلل على أبوكو يا أبوكو حديك بقى حمدان حديك بقى حمدان أخليك تروح كربان خليك تروح كربان وهوب فوق وهوب فوق لو ليك الشوق لو ليك الشوق وهوب أيها الفارس نعم لقد وضعته كما امرتني ايه اللي وضعته انت بتولد ولا ايه هريسه 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 اذا اقف انت هنا ايها الكلب الجسور اقف انا ادربهم اين تذهب يا الفارس انا ذاهب الى الكنيف كنيف ايوه اقف هنا يلا همك اقف يلا قول ايه مولاي حدث شيء خطير يا مولاي ماذا وراءك يا عصفور؟ إن هذا اللمبي يفعل أشياء غريبة يا مولاي ماذا تقول؟ سمو الأمير أنت تبالغ في الأمور يا عصفور يا مولاي إن هذا اللمبي استحدث أساليبا جديدة في القتال يا مولاي ماذا تقول؟ سمو الأمير هذا أمر بديهي أيها العصفور مولاي إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال مثل الصفعة الضرب في البطن بالركبة البصق نوه أيضا يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة مثل اوعى يا اوعى يغرك جسمك اوعى لغزك كفى لا تقل هذا عن اللمبي فلنبي صديقي مولاتي أكمل كما أيضا يا مولاي اهتم بأمر هريسة 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 إنها فرصتنا إذن لماذا يريد هذا اللمبي معرفة رجلاً عجوزاً مثل هريسة؟ إلا أنه يريد أن يعرف سر الكنز الذي نبحث عنه منذ سنين هل حقاً سمعته يتحدث عن الكنز المفقود؟ بحق زيوس أجل يا مولاتي وإن كنت أدعي ذلك فلتحل علي لعنة جوبيتر أين؟ وجدتها عصفور اذهب إلى غرفة هريسة التي نعرفها وانقله إلى غرفة أخرى لا نعرفها ولا تجعل أحدا أن يعرف أننا ناقلناه في غرفة لا نعرفها لأن هذا سر أمر مولاي الذي يميل إلى الملاعبة والدهاء دون القتال أنا عظيم اذهب 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 أنا رائع أنا لم أحدث في التاريخ أنا أحبني لابد أن أكافئني فرودو نعم يا أمير اذهب إلى غرفتي واحضر لي بعض البونبون أمر سموك فرودو بونبون سيما هريسة والكنز نحن في حاجة إلى عتاد الجيوش وهذا الكنز سيكون عون لنا في هذه الحرب أخشى أن يكون ذلك الكنز ضربا من الخيال ونظل هكذا نبحث عنه دون أن نصل إليه حسنا اذهبي إلى هذا اللمبي واسحبيه إلى غرفتك واعرفي منه ما لا نعرفه عن الكنز ماذا؟
لم أكن قرة عينك لابد أن الكنز أغلى وأثمن مني. بك سيف، ولك أنت مولاتي، خطيبتي، حبيبتي، أميرتي. كيف تجرؤ وأنت مولاي وسيدي أتطلب مني أن أرتمي في أحضان رجل آخر؟ وأبتاه، وأنت ألا تغار علي؟ دائما هذا السؤال اللعين. إن حرب طروادة الدروس أنهكت الأخضر واليبس، أتعرفين السبب؟ إنه الحب والغرام. كلا، بل الغيرة. آهن آهن يا حمرة الخجل، إنها لعنة أفروديت. هي، لا تذكري أفروديت أمامي، هي التي دفعت بأمي إلى أحضان ريتشارد الثالث. آين يا أمي. لا تبكي هكذا يا مولاي، فأنت خطيبي وحبيبي. شاهنشاه، تذكري جاه، الملك، الكنز، العرش. شاهنشاه يا بنت الملوك والسلاطين والنبلاء والأمراء. يا لمجاملة الرياء، ألا تخشى أن تنزل عليك اللعنات؟ دعك من هذا الهراء، اذهبي إلى هذا اللمبي واحضريه إلى غرفتك، وتذكري دائما يا حبيبتي، الحرب خدعة. آي فينوس، امنحيني الإثارة والجمال. سمعني بقولك أدو أفعل النبي، هو هاريس فين؟ لقد تم نقله إلى مكان آخر يا سيدي. مكان آخر؟ طب واتنقل المكان ده فين المكان ده؟ لا أعلم سير لمبي. طب شكراً أوي سير لمبي. مولاتي الأميرة تريدك أن تذهب إلى غرفتها الآن. وماذا تريد مني في الغرفة؟ ما عايزة يعني؟ ما إلى الرسول إلا البلاغ. أنا أنا أمعى أمعى أنا يا فايز يا أولادي. شكرا كده. دستور سيدتي، ما أعرفش أنك في ساعة الكليولة. تعال إلي يا سير لومبي، فأنت الآن في حضرة جميلة الجميلات. لا يا ملواتي. تعجبني شهامتك، انتظر أنا آتية إليك. هكذا رجال السيدة. سير لومبي، لقد خطفت قلبي بمروءتك حين رفضت قتل المسارعين في الحلبة. نعم نعم يا ملواتي، إنها الملوحة في الرجال، المروءة عندنا. والآن يا ترفض امرأة حسناء تطلبك للفراش. يلا اصبر، انت مش من ولاد الأميرة خالص، ده انت أميرة حب. أنا إني أعرف مكان الكنز وأريد أن أساعدك، ولي شرف الهروب مع بطل مغوار غيور على المرأة، وأترك هذا الخطيب عديم النخوة. الأمير، الأمير إيه هذا؟ إيه خطيبك؟ نعم إنه كلب، نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. أنت مرة لازم يتغار عليك، بس هو اعتمد ليه بقى؟ واضح إن هو رجل ديوز. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني
قضاء يومين في حمام السباحة بدون وجبة. من أجل هذا سأضع يدي في يدك. أيوة. لقد خبأت هريسة في مكان آمن ماكر حتى يتسنى لنا العثور عليه ونعرف مكان الكنز. أحقا يا مولاتي؟ أرجوك أرجوك أن ترفع الألقاب. أيوة. ناديني بشاه اسكندر. أنا ديك بهشام اسكندر؟ هشام اسكندر ده مين ده؟ شاه اسكندر. كأني لعبت عليك الخطة التي دبرها معي الأمير. فإذا صادفنا أحد فنحن نكمل خطتنا. تعال معي يا سير لومبي. ايه المرة المجنونة دي؟ كش ملك. اوه اوه ماي جاد يا لنحس تريزياس. ايها النبلاء ايها النبلاء يا دول قضبة، ان هريسة ابن ابي الليف يفارق الحياة. انتظر one minute. يموت أورلوت يموت ليست هي المشكلة، لقد اخذ منا الماني. الكورونا عند هاف كورونا عند ربع كورونا حتى جعلنا نفرط فيما وراءنا وفيما امامنا. ما هذا الكلام ايها الرعاع؟ هل ستتركون هريسة هذا يذهب الى الجحيم دون ان يعلمنا اين مكان الكنز؟ دوق هضبة، انا لدي فكرة رائعة. ها؟ نحن نذهب جميعا بصحبة الدوق هضبة ونكتم على انفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. إن الرجل يقول لك أنه سيذهب إلى الجحيم يا لورد أدلة، ماذا نفعل فيه أكثر من هذا؟ اللعنة، وماذا سنفعل إذن يا دوق هضبة؟ لدي الحل. وما هو يا دوق هضبة؟ إني على ثقة أن هريسة هذا عندما يذهب إلى الجحيم سيبوح بسر الكنز لهذا الغريب المدعى الليمبي. حديثك أطعم من طعم النبيذ يا دوق هضبة. ونعم الرأي يا دوق هضبة. Well done على ما يرام يا دوق هضبة. إذن علينا بمراقبة هذا الليمبي عن كثب دون أن يشعر بنا حتى نعلم مكان الكنز، وعندها أخذه لنفسي. أقصد أخذه لنفسي ثم نقتسمه جميعا. حديثك أطعم من لحم الخنزير يا دوق هضبة. أحسنت الرأي يا دوق هضبة. على ما يرام يا دوق هضبة. إذن من الذي سنراقبه عن كثب دون أن يشعر بنا؟ زلمبي. من الذي إذا أردنا أن نأخذ منه الكنز ورفض علينا مخاصمته؟ زلمبي. إذن هيا بنا يا رجال. إلى أين؟ إنكم مجموعة من الأغبياء. إلى هريسة وهو يبوح بالسر للمبي. هيا بنا هيا. اذهب وحدي لنا الشراب. أجل والجزمة، الشراب والجزمة. متأكد يا مولاتي هشام أن دي أوضة هريسة؟ نعم بالتأكيد. شوز شوز ماشي. جد هريسة جدو، سلامتك يا جدو. لن أعترف بشيء عن هذا الكنز الملون. كفاياكم تعذيبا لي. I don't say anything. ايه ده جاد فازر دول ده ايه؟ انا من عائلة، انا الليمبي. وات ايه؟ مش هوط انا الليمبي، انا الليمبي. What do you say؟ يا عم الفيس بريسلي بقى اسمعني. بص هوريك حاجة. انصر ده هاتي انصر. هذه ايه؟ هذه الدنة الحمراء. يا للروعة يا للجمال. أخي أنت بتقلقني منك ليه وماله؟ الذبابة الحمراء. أيوة سر العائلة. أيوة الآن
أستطيع أن أموت وأنا مطمئن على كنز العائلة. اقترب. اقترب أكثر. أكثر عطف بقك يعني ولا إيه بقى؟ يا للجمال. أيوه. يا للحسن. حسن أيوه. يا للروعة. الراجل ده أنا قلقان منه، ما العصر ده طاري ليه كده كله؟ يا لجمال التقاطيع. نفس تقاطيعها. تقاطيع مين بقى؟ جدتك. جدتي كان ليها تقاطيع؟ جدتك جولييت. جدتي جولييت؟ هي جولييت تبقى جدتي؟ وأنا روميو، روميو أنا. يا راجل، أنت روميو؟ أمال مالك مبهدل في نفسك كده ليه؟ كنت أقف تحت شرفتها وأصعد إليها على شجرة الزيزفون. شجرة برضو؟ وكنا نحب بعضنا الآخر. أقذفها زيزفونة. أيوه. وتقذفني زيزفونة. يا الله، يا لجمال العينين، نفس عينيها، نفس النظرة العميقة، سنون طويلة. سنون؟ وأنا أنظر إليها وهي تنظر لي. وحتى وفاتها لم أعرف إلى أين أو إلى من كانت تنظر. هي كانت حولة ولا إيه؟ كانت حوراء. حوراء؟ إيه حوراء ده، زي حرباء ولا إيه؟ اقترب. اقترب منه؟ ما عندوش فيروس ولا أي حاجة؟ أيوة. اقترب أكثر. أنا مش عارف الآن منك أنا ليه كده أهو. سأقول لك. أيوة. عن مكان الكنز. فين بقى؟ ستجد باب الكنز. أيوة. عند آخر ممر الزيزفون. أعرفه أعرفه. عارف أنت مكان السفون ده اللي بيقول عليه؟ نعم. أيوة يعرف مكان السفون. أيوة. هو الموت يقترب. فين بقى؟ هو يقترب أكثر فأكثر. فاكسر فاكسر ازاي يعني؟ فاكسر فاكسر ازاي؟ كاتي. او ماي جاد، لماذا قدمه مرفوع هكذا؟ ما تخافيش، هي العيله كلها دي بترفع رجليها من الاخر. دي مكان الاعلان. بس انا عرفت ليه. مفتاح كنز؟ هيا هيا تعالي، هيا يلا حطه في جنبي هنا الأول. استنى هيا هيا سلمي. المفتاح معايا في جيبي. ها، هل قال لك عن مكان الكنز؟ ماذا تريدون؟ أنا الأمير شاهن شاه سكند. صمتا صمتا صمتا. كيف تتكرقع وتتكدس مع هشام اسكندر بهذه الشكلية؟ مطلوب القبض عليكم، هذه أوامر سمو الأمير. هيا اخبطوا علي. مبسوطة اتركوني. مبسوطة يا اتركوني. يا بنت اتركوني يا احمق. ماذا تفعل؟ اكسر ما تكسر. هاي 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 هاي. سيقتلوننا. يا ست عمري ما اسكت معاك في مصر من ما شفتك. ماذا تقول؟ بلا اخوض بلا افوض. عمري ما اعمل دماغك للشمال للشمال كان الكنافه دي. لا تفعل كالنساء، كن مغوار. بلا مغوار بلا غنبار. عمري ما والمصحف حكلك على وشك في البنيه بقى. اجري على الليله يا بنيه والمصحف على السيده زينب. هل ستتركهم يموتون؟ انه الليمبي مدرب الكونغ فو. هل نسي؟ ايه يا؟ ايه يا؟ إنه أنقذ حياتك ولم يقتلك. والله من عند الخرطة بتاعت أرض يعوم والمصعب. Hey!
لتنزل لعنتك على كل خائن، ليرعد الرعب، ليبرق البرق. أين اللعنة؟ أين اللعنة؟ لقد طلبت أن تنزل كل اللعنات. اللعنات لا تنزل. نعم نعم هرسها اللي بعد الممر. هيا 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 يا سنوب. باب الكنز. باب الكنز. يابا يابا انتظر الحذاء ضيق. اخلع اللي جابه امه. يابا انتظر يا سلومبي. يابا اني اعديه. يا نهار اسود. سامحيني يا مولاتي هشام. ادخوني الامير يريد الاسود والصوان اللي انا داخل خارج فيه. وبعدين يا جدعان في الكرافك اللي انا عايش فيه ده مفيش مره اروح اصدر في المفتاح روح خارج من الكنز ويبقى الموضوع خلص كده. الله يخرب بيتك يا عم هريسه. والنور القاطع ده ايه؟ يبقى احنا كده في مصر. نور قاطع يبقى احنا كده في مصر. عزيز هو في ايه؟ الدنيا ولع. مع السلامه عليكم الاول. وعليكم السلام ورحمه الله. يبقى احنا كده في مصر. الدنيا ولع ليه؟ انا عارف. انت بتشتغل ايه؟ انا بالقافي حرامي. لا والله حرامي؟ اهي. بتاخد كام في الشهر؟ ايه؟ انت ميزانيه متوحه انت. ايه اللي انت لابسه ده؟ انت بلياشتو. انا ايه؟ بلياشتو. بلياشتو؟ بلياشتو ايوه. بقولك ايه والنبي حبيبي الملايين. انا شايف حاجه ورا ودنك كده وعايز اعرق دماغي. ما شربت السجاير بقالي بتاع شهرين من الكفار للثوره. حبيبي اتفضل. تسلم. السلام عليكم. انت ربنا يرزقك يا رب بالحرام. معاكش كبريت والنبي يا زميل. طلباتك كترت. امسك يا عم كترت ايه وانت بتجهز عروسه. السلام عليكم. الف سلامه. نهارك ان شاء الله ازرق باذن الله. سلام. سجاير. برضه السجاره ما ولعتش. برضه اولع ازاي انا؟ ممكن اولع لو سمحت. وقف عندك ما تتحركش يا مجرم يا عتيد يا بتوع الحركه والبركه والمركه. هنلمكم. اسمك ايه يا جدع انت؟ انا الليمبي. انا ما عملتش حاجه والله. قدامي يا حارق القاهره يا معتدي يا اسير. احرق القاهره ليه؟ اقرا حي القاهره. اقرا حي القاهره. لا تعلمكم الخلايا بتاعته. اقرا حي القاهره. اقرا حي القاهره. والصحافه صاروخ ليه كده؟ اشاعات؟ ايوه. واضح انك ضليع قوي. كله اشاعات في اشاعات؟ كله اشاعات في اشاعات والله. واسمك اللي منور الجرانين. انا ما اعرفش. انا وقفت مع العسكري وانا خارج من الخرابه لقيت خارج من القاهره الحادثه وانا اللي حرق القاهره. ازاي ما اعرفش؟ وصورتك والشهود؟ ده بقى سرعه النت. الكيكا بايت عالية هنا في قلب المكان عندكم. دي كلها اشاعات. كل ده اشاعات حضرتك سعادتك. ربنا اراد يكشف سترك. ليه بس؟ ده انا بريء والله. قولي. نعم. اللبس اللي انت لابسه ده حلو عاجبك؟ دي قرائن وهسألها لك. اتفضل. اللبس اللي انت لابسه ده ايوه اللي بيدل على زي موحد لحزب معين. نعم. اللبس ده ايوه بتاع ايه؟ ده بتاع البلاك بلوك. بلاك بلوك. بلاك بلوك. جميل. عظيم. اعتراف هايل مدهش رغم اني مش عارف معناها. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. جل من أعطاك علم الشياطين يا خسيع. خسيع. قول لي. اتفضل. تقول إيه على الدليل القاطع اللي هيوصلك لحبل المشنقة اللي أنت متخفي من ورائه؟ إيه بقى نعم؟ دليل إيه؟ دليل إيه؟ أنا مش عارف حضرتك بتتكلم على إيه أصلاً؟ دليل إيه حضرتك؟ إيه هو الدليل؟ ما تلفش وتدور عشان أنا روحي بتلعب في مناخيري. ألف مبروك. ما شاء الله روحك كبرت وبتلعب في مناخيرك. ايه حاجه عظيمه. وتقول ايه في السلاح اللي لقوه معاك اثناء اشعال حريق القاهره؟ حريق القاهره. حريق القاهره. حريق مصر. مصر لكل المصريين. لا استوب موكشن بقى كده. لا ما ينفع. حريق ايه يعني؟ انا انت فاكر ان انا يجي لي قلب ان انا احرق بلدي احرق مصر؟ ده انا ماليش عيش فيها ولا استحق اصلا ان انا اعيش فيها. انا عرفتك. الذنب. انت من الفدائيين. فدائيين؟ انا احبكم والله واكن لكم كل احترام وتقدير.
الله يخليك الله يخليك. انا فدائي انا فدائي، وكل اللي انا منضم ليهم فدائيين، واحنا كيف فدائيين برضك بنحبك وبنكن لك كل طراطيش. عارف؟ ايوه. رغم انك حارق البلد بره، ايوه، لكن ممنون منك. عارف ليه؟ ليه يا فندم؟ علشان شجاعتك واعترافك بحريق القاهره. ساعتك لو سعيد ان انا حرقت القاهره، انا ممكن اسقط لك بكره احرق مسجد السمان والجيزه وبني السويس والحته دي، يعني لو حابب. مش عايز تحرق حاجه تاني؟ شوف انت عايز حاجه بحضرتك على حسب ما تحب حضرتك. انت على اتصال بمين في الخليه؟ اتصال بمين في الخليه؟ بالراجل صاحب المنحه لنفسه. انت مش لسه قايل انت من الفدائيين؟ يا باشا انا بقول اي حاجه انت سعادتك عايزها. انت شفتك بتحب الفدائيين، فقلت بقى فدائي فدائي لك حبي وفدائي. عايزني ابقى صهيوني؟ خلاص خليني ابقى صهيوني لو انت بتحب الصهاينه. شوف انت بس، شوف انت عايز اي بلد عايزني اركبها وابقى معاها واخد بالك، بس المهم ان انا افك واخلع من هنا بقى. صهيوني؟ ايوه صهيوني. ده اعتراف هايل. امال ايه؟ ده اعتراف مذهل. امال ايه؟ مزعج. ايوه اكتب عندك. اتفضل. وقد اعترف المتهم، ايوه، بكل المنشورات، شوف، المنسوبه اليه. الله يخليك. بحرق القاهره وزود صهيوني. وفي الجيزه. نكتب له جيزه. قلنا هنحرق الجيزه وقلنا السويس. تعال اقف جنبي قول للمحضر اللي عايز. ممكن ممكن؟ اه ده محضرك. والله انا ما عايز بس اتقل على حضرتك والله، لا مؤاخذه عني. اتفضل. الله يخليك. بص هنا اكتب الجيزه، اكتب الجيزه، ايوه، وبني السويس، وخش بقى ايه الاتحاديه. صح؟ ماشي؟ وعندك هنا رابعه ومدان عابدين. ماشي؟ اه كده خلاص. اه مرضي؟ اه كده انا مبسوط. اه في اي اضافه؟ والله شوف انت بقى استضيف حاجه انت ضيفها. اكتب انت. وقد اقفل المحضر في تمام الساعه 7 و11 دقيقه مساء يوم، ايوه، 26 يناير، ايوه يناير سنة 1952. لا والنبي. 52 52؟ ايوه 52. 52 52. لا لا ايوه. اهو الملك فاروق جعفر اهو، ما شاء الله عليه. طب ممكن في بياضه هنا ممكن اسجل فيها حاجه ثانيه زياده؟ اتفضل. هي صوت فقط. اتفضل. ماشي؟ حلو قوي. سعادتك وصلت ان انت قبضت عليا الساعة كام حضرتك قلت دلوقتي؟ 7 و11 دقيقة. 11 دقيقة، وعدى قد ايه الوقت على الكلام بتاعنا؟ يعني يقول دقيقتين. دقيقتين يعني بقت كام؟ 13. حلو، ده بقى ميعاد هروب انا. هتقول الدور ده؟ يخرب بيت ام اللخبطه اللخبطه من الواحد من الواحد. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. ابوك تعرفه؟ اعرفه. الله يخليك. بس حضرتك هيئتك ولبسك غريب خالص. يا عم بلا خالص بلا مالص. هو ايه اللي حصل في البلد؟ ايه جهنم اللي والعه دي وبني ادمين ماشيه عماله محروقه ومولعه في ايه؟ وحضرتك مش عارف ولا مستنكف؟ انا بيني وبينك عايز اتكلم فعلا في اي حته، استنكف في اي حته كده ومحدش يعرف مكاني في الهوجه اللي حاصله دي. الاذاعه والجرانين بيقولوا اللي حرق القاهره شخصيه وهميه تدعى الليمبي. اللمبي؟ وسمعنا ان اللمبي هو اللي يحرق القاهره كلها لوحده. عندك حق يا عزيزي، الحكايه واضحه زي نور القمر. امال ايه؟ اللي ورا الحكايه دي القائد البريطاني البريجادير اوكسهام. طب والبريجادير اوكسهام دول علاقتهم ايه في الثروه؟ الثوره اللي حصلت في العنا؟ يا عزيزي اوكسهام هو راس الافعى. ايوه. اصدر امر الوزير الداخليه فؤاد سراج الدين باشا
بإخلاء سكنات الشرطة في العباسية. إخلاء سكنات الشرطة في العباسية؟ أيوة أيوة مهم طبعا يخلاء سكنات الشرطة في العباسية. فؤاد باشا جن جنونه. أيوة طبعا. واتصل بالنحاس أكيد بقى عشان عايز يديله المواعين والحلل من عنده بقى وياخدها يخرجها قبل ما تتشقط بقى من العيال اللي هم البلطجية ولا إيه؟ كلامك ورموزك يؤدي للمعنى المنشود. لا ما انا ما نعجبك ما انا اصلا انا خبيث يعني عارف الحكايات بتحصل فيها ازاي. النحاس باشا رفض تسليم القناه. رفض تسليم القناه والله عنده حق. وبعدين القنوات ما هي على قفا من الشيل. احنا ممكن نسلمه السي بي سي لمحمد الامين نفسه لو عايز يعني. مين محمد الامين؟ محمد الامين ده زعيم الدش في مصر عندنا يعني. بس كلام في سرك يا عزيزي. اتفضل. اللي حرق القاهره ايوه الجماعه المدربه. كلاب دي ولا ايه؟ هما مش كلاب بني ادمين بس زي الكلاب بالظبط. ايوه صح. حرقوا القاهره لاحراج النحاس. خلص قلنا لجمان ودينا عند زرزور بقى. بس يا عزيزي اللي هيصير فضولي. ايوه. حكم دار العاصمه ماذا بقى؟ مصمم ان الليمبي هو اللي حرق القاهره وبيقول هيجيبه هيجيبه. اللي هيجيبه هيجيبه اللي فيه يا عم انت حاسس ان البلد كلها مستنيه الليمبي ده ما يجي يروحوا ملبسينه كل الحاجات دي وحجم دار عاصمة وتاكس العاصمة وانت شكلك اصلا مش من العاصمة وبعدين ده عصر غريب وانت غريب وشكلك غريب وعايز اروح المشوار الغريب بتاع امي اللي جابوني بقى. انا هوصلك يا عزيزي بس انت خليك محله. حاضر محله وحله يا حله مروان كريم يا حله. اتفضل يا عزيزي. الليمبي ده ايوه مخابرات الانجليز وراه. ايوه مخابرات الملك وراه. ايوه والبوليس السياسي وراه. أيوة. يعني هيجيبوه هيجيبوه يفرضونا هيجيبوه ازاي؟ يقابلوني يا عم الحاج ووش كده في السيده بسن سنجيت يا معلم اروح معلم على الارض كده واللي يعدي الخط الثاني يعدي بفيزا. اصحى اصحى يا عم الحاج ده انا الليمبي اللي انت مين؟ انت مين؟ انا مين ايه؟ انت بتقول انت الليمبي؟ يعني كلنا الليمبي كلنا الليمبي كشعب واحد يعني. ايوه يا عزيزي الثروه لازم تقوم على كده. عارف يا عزيزي. اتفضل يا عزيزتي. شمس الحريه هتشرق مهما طال الليل. هو انت حزب كنبة ولا حركة تردد؟ تردد. ايوه دي احزاب جديدة دي ولا احزاب جديدة لسه معمولة. اتأسست امتى؟ ده وانا جاي في السكة من هناك من مصر دلوقتي. ومين زعيمها؟ لميس الحديدي. لميس الحديدي؟ ايوه معرفهاش للأسف. شايف يا عزيزي اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. هو ده قصر الزرازير؟ عارف يا عزيزي؟ اتفضل. أنا ممنون منك خالص. وأنا شرطوت منك خالص والله. والله حضرتك المشوار ده طويل. أيوه طويل. وبيكلفني خمس قروش. لو النبي خمس قروش؟ بتاخدهم على حجر واحد؟ أنت ظريف خالص. وأنت خفيف خالص. دي حركة قديم. ده الفدائيين. الفدائيين؟ هو ده يا عزيزي قصر الزرازير. انا ميمون جدا. انا اللي ميمون ليك يا عزيزي. ميمون ربنا يخليك. ليه 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 يا ميمون؟ اتفضل. مع الف سلامة يا عزيزي. انا ميمون جدا من الفرصة دي. تعال. ايه؟ اتأخرت كده ليه؟ مش عارف هنا. يلا بينا. ايه الناس اللي بتجري دي؟ انا على استعداد لارتكاب اي جريمة في سبيل الوطن. لازم نكون بالعقل الراجح عشان نعرف ندي آراء سديدة للمتطوعين. الملك فقد صوابه والإنجليز الملاعين بيلعبوا بيروريت. مصر وقعت من براسن الأبلسة. صحيح. كان بودي أعرف مين الشخص الأمين صاحب العقل الراجح اللي هيقدر يوصل كلمتنا. في راجل غلبان ومن الدنيا كفران وساكن في حارة شق التعبان وهو على موعد. وأنا منتظرة الموعد ده. الراجل بتاعنا اهو. سقفوا لك يا بدر. ما ايه ما تنطوش ولا ايه؟ انت لابس كده ليه؟ ده تمويع عشان الانجليز. لا شوف قال كده قال تمويع عشان الانجليز. برافو برافو. عرفوه دوره ايه؟ ده ايش ده؟ هو دور ايه؟ يلا يا فندينا. دور ايه؟ يلا يا بلدينا. دور هو دور. يلا. دور ايه طيب؟ دور ايه؟ هذا عظيم. فدينا. اتفضلوا يا اساتذه بره لو سمحتوا. ايه ده ورشه خراطه دي ولا ايه؟ ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ اقلع. ها؟ اقلع. ايه ده ايه؟ يلا اقلع عشان مفيش وقت. يعني عيب عليك مفيش وقت ايه تقلع ايه؟ ما كل ده عشان خاطر مصر وعشان خاطر ولادنا.
ايه عشان خاطر ولادنا دي؟ يعني انت هتتجوزني ولا ايه؟ انا مش فاهمك يا عم، ده بيتكلم في ايه ده؟ ايه يا عم انت موزع الناس بره وجاي خد البس. ايه؟ البس. البس دول يعني. تصدق انا افتكرتك شمال. يعني ايه شمال؟ لا شمال ده هبقى فاهمها لك بعدين يعني. مصر. نعم مصر. ايه؟ مصر. انت بتوقف بجنون ولا حاجه؟ مصر. خلاص مصر مصر. ملاكه ولا اجره؟ يجب الا نحيد عن الطريق. هنصطادوا بطريق؟ هتجيبوا طريق؟ طريق بطريق؟ ولا ايه؟ انت عطفة حنطور وانت عطفة شبارة وانت شارع سردينة وحلقة السمك. ودي امتحانات ولا ايه؟ توزيع امتحانات؟ وانت جبل المعز وضرب المهابيل وانت قلع القميص. نعم قلع القميص؟ قال ايه يا جدعان؟ قال اول اخش جوه ورشة الخراطة يقول اقلع الهدوم وانت تيجي هنا تقول اقلع القميص؟ قال انت فاكرني ايه؟ مزة ولا ايه؟ حلوة كلمة مزة دي، هتكون كلمة السر الليلة. نبع عسل انت. خد. نعم. دي مجموعة قنابل. يا راجل. ايه يا عم انا مال وانا قنابل؟ وكل الحلقات مربوطة بالسلك ده. ساعة ما تخرج مجموعة الوزراء. تروح شارل السلك ده. وانا شارل القنابل. ايوه تقوم القنابل منفجرة وتقضي على المجموعة الفاسدة. لا والنبي. وانت هتكون فين؟ انا مع الثوار. والثوار؟ وانا هكون فين؟ تبقى في الجنة ونعيمها. لا والنبي. وهو ده دورك. ايوه طبعا هو ده دوري. تصدق بقى انا كان عندي اخد دور اللي بيقلع احسن. ليه بتسميها كده؟ انت بطل بتقدم رسالة. لا انا مش عايز الرسالة دي، انا في غنى عن الرسالة دي. انا مش عايزها، انا مش عايز اموت شيء، مش عايز اموت النهاردة، بكرة، بكرة الساعة 7:30. الله، مختار الدنجراوي بعت لحد من رجالته كمان بالشكل ده؟ انت خاين ولا ايه؟ لا يا عم خاين ايه؟ خاين ايه؟ لا ده انا بنتحن روتينياتكم يعني، بشوف ان انا لما مش هنفنجر نفسي يعني بلعب معاكم كده يعني، انما انا وطني، انا وطني وطني. لازم نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه لازم نسحق الانجليز من اجل البطل. ايه؟ نقعد نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه ايوه بس بالراحه شويه، هتفيت انت البواسير تبقى مش كويسه عشان خاطر الحاجه ما تزعلش عليك. الوطن يا عزيزي يستحق يكون في مكانه الاب وفي مكانه الام. والابن كمان، فداك ابي وامي وابني يا وطني. على فكره انت قشطه قوي عسل. احتشم. يعني احتشم؟ أنا هوزع المنشورات وأنتم تعالوا معايا نجيب المسدسات. تعالوا معايا؟ ده كان أخرس ولا؟ ربنا معاك. نتقابل بعد التفجير. ها أفجر وأقابلك على طول. أنا الناس دول بان عليهم مجانين، خصوصا الدلع اللي كان عمال بيحزق جنبي ده. يلا مش دي شنطة سعادتك؟ مع السلامة يا عم الساوري. في جنة الخلد إن شاء الله مع الفكهة. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر الفؤاد، والنبي على الصعيد واللي عايز يجي يجي، ولا إيه اللي جابني هنا؟ تحيا يا مصر. مع السلامة. مع السلامة يا زميلي. يلا عمي. يا نهار اسود. جنة الخلد ان شاء الله. انت عرفت منين؟ انت عرفت منين؟ عرفت ايه؟ عرفت ان هم خونة فقتلتهم. هم خونة؟ ما دام انا عارف كل حاجة. انا الخبر لسه وصلني حالا. لا انا ما انا عندي فكر، انا عندي فكر من زمان عرفت. انا معقول لحقت تعرف لوحدك؟ امال ايه؟ من غير ما حد يقول لك؟ لا ما انا اصلا قور يعني كده. يبدو انك ضليع قوي. وفتك. وهنئك على ذكائك الراسخ. الرجل ايه؟ وهنئك على ذكائك الراسخ. وانا بهنيك على راسك النصح. انا مش عارف يعني انت ايه اللي عاجبك في القعده مع الناس زي دي؟ مش فاهمه. المفروض تقعد في قلب البيت كده مستتة معززة مكرمة
ونفس الفستان الازرق الشيفون ده طشم يا قليل الحياه. والنبي قمر قمر على حتى كمان وانت متعصبه كده. مع السلامه يا رفيق. رفيق بقى بعد الليله دي كلها وعمال الغيك وقلت خلاص انا وصلت معاكي وكده في الاخر ابقى رفيق. تحب في رفيق؟ ماشي يا ست، بس انت المفروض كنت تجرب الاول اللين ده قبل الرفيق ده. على ترى لو شفت رفيق ده لاظبطه. بديعة قوي. خدوا عليها. ايه 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 برافو برافو. فكرة هايلة يا علي اننا نتقابل في الاوتوموبيل بتاعي واغني شفاغ العيلة مننا وعلي. خدام سموك يا ست الكل. تتملي اسراني بافضالك يا انجي. ما تتصوريش انا بنتظر اللقاء ده بفارغ الصبر. العربية البيضة دي. لا مستحيل مش متصورة. علي عم اغني ارجوك انزلوا انزلوا هاتوه. لا نجيبه فين؟ واحنا نعرفه منين؟ علي انا ما كنتش اعرف عنك الخسة. خسة؟ انا خسيس يا انجي؟ انت اللي اضطريتني اني ابوح بعبارة مؤلمة زي دي. لكن انت جرحتيني يا انجي، ارجوك تراجع عن اللي انت قلتيه. من فضلك ما تلحش عليا اكتر من كده. هاتوه. ادمك نادي علينا يا علي فندي، كل ما تركب معانا العربية اخبط لي واحد. انت بتعيرني عشان انا ابن الجنايني؟ انزلهم انزلهم انزلهم. يا جدعان ساعة عشان تنجوني. ألف سلام عليك. أنا خابط ديب ولا بني آدم؟ طبقت الكابوس. هو متشنج ليه كده على فندم؟ واضح ان اصابته بليغه جدا. عملت له انا فين؟ انت في الاوتوموبيل بتاعي. اوتوموبيل؟ ايه اوتوموبيل دي؟ صدمتك عنده ناس. ولا يهمك، لقيت ريائي من سنك. اصدميني كل يوم بس افرشح عينيا الاقي الوجه الصبوح المقرمش ده. ايه ده؟ انت بتتودد لي بجرأة كده ليه؟ ايوه ممكن ابوسك كمان. كلامك فيه تلميحات. انت اسمك ايه؟ اللمبي. يا لمبي افندي. ايوه كلامك يوحي بمعاني تحمل كل ود وطمأنينة للقلب. ايوه تحمل كل ود وطمأنينة للقلب. ارجوك يا سيد. يا عم انا مش سيد، انا اللمبي. اعرفك يا علي، اللمبي افندي. ايوه احنا كل ود وطرنبيقه في قلب الطرنبيل. عرفت خلاص، المهم يتهز في حديثه شويه. يا عم تهز بايه وانت بتكلم مقرئ؟ وبعدين هتعزم بحزم لك وشك ده. اوه علي تصرفاتك بقت مضايقاني خالص، ده شيء يتطهق وثقيل كمان. بقول لك يا لمبه فندي، يا ريت تيجي جنبي هنا وتسيبهم يا اخي يندمجوا ويتعمقوا. خليك لماح. والفانوس يبقى مين بقى؟ اورني. اورني بتحسن دخلك يعني بأورني ده ولا ايه؟ لا 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 خالص، انت فاهم غلط. انا اخر حاجه افكر فيها الفلوس، اهم شيء اسعاد الناس. ايوه وتوفير راس في راس. وبختيني عشانه، وانا اللي كنت فاكر اني لقيت فيك الحضن الدافئ، لقيت فيك القلب الصافي، لقيت فيك. ايه يا عم في ايه؟ اللي لقيت فيك لقيت فيك، انت فاتح ضرفة دولاب بتدور على فلينات. انا لما حبيتك حبيت فيك علي الانسان. هي بتعمل كده ليه؟ وبعدين انت اسمك علي الانسان؟
انا اول مرة اسمع عن عادل الانسان ده. انا اعرف ان في عادل الحجار، عادل حميدة، عادل ابو علفة، انما عادل الانسان دي انا ما شفتهاش في اي كتالوج حيوانات. هي عيانة ولا ايه؟ انت شربت خالص. صحيح زمن مشقلب، زمن عايب. ايه صندوق الدنيا اللي انا وقعت فيه ده؟ على فكرة انتوا دمكم تقيل قوي. اكم من مرة اقول لك طرفة مبهجة ولا تضحكيش؟ ما هي بقى مسألة قبول بقى من عند ربنا. شوف انت وشك راجع ضارب في الحيط ازاي؟ وشك راجع ورا، ما هيضحك ازاي؟ اطلع يا قرن على اي بنت، اي بنت مشبوه، اطلع. كداب. سامحيني يا انجي، مش هقدر ادخل معاكي، انت عارفه البرنس علاء. افضل اني ما اوجهوش وهو في حمه الغضب. هو مين البرنس علاء ده؟ بتاع الكبده ولا بتاع السمين ولا مين؟ ده شقيقي. شقيقي يعني ايه شقيقي؟ يعني اخويا. ايوه ايوه. وايه بقى اللي جابه هنا؟ يعني في قلب القصر بتاع علي بيه؟ يا لمبه فندي، للاسف ده مش القصر بتاعي. ده قصر بابا الباشا. قصر بابا الباشا؟ طب وايه اللي دخل علاء في ابوكي؟ لانه اخويا يا لمبة فندي. ايوه اخوكي. طب ما اخوك ممكن يكون طعمان في اي حاجه موجوده في قلب القصر جوه ويسرقها. طمعان فيها ازاي يا لمبة فندي؟ ده اخوها. يا اخي انت مالك انت يا اخي؟ يعني انت قاعد كده يعني لا بالعربيه بتاعتك ولا البيت ده بتاعك، وقاعد عوانه كده عويل في قلب المكان. انت بسالك انت ليه؟ الله، ابوه بيشتغل ايه ده؟ انا ابويا الجناين بتاعنا. الجناين بتاعنا؟ يا سلام، الجناين بتاعنا على اساس ان انت وزير الداخليه والري. خدام. خدام. ايوه. ارجوكوا، وانا مش عايزاكوا تشعروا بالزعر، البرنس علاء زمانه ناس تقدروا تتفضلوا معاي. وهو كذلك. يا عويل، يا اللي ملكش مثيل، يا رزيل. بتكلمني انا مش انت. لا، انت زودتها خالص يا لمبة فندي. يا راجل اجري بلا زودتها بلا بتاع، وانا بعمل لك قهوه تقول لي زودتها خالص. انت اوشكت ان انت تسحق قلبي بكلامك الجارح ده. يا عم اسحق ايه وانا اعمل ايه وانا همسح اوضه؟ يلا اجري يلا اجري بقى. صحيح يا لمبة فندي، والدك بيشتغل ايه؟ لا انا والدي حاجه تانية خالص. انا والدي تاجر نباتات نادره. نباتات؟ رائع، انا اعشق الزهور. اي نوع من النباتات؟ بامبام من اكبر تجار البانجو في العالم. بانجو؟ ايوه، عرنيس. اتفضلوا معايا. الله يخليكي، هناكل؟ يا برنس. يا سبحان الله، اول مره اشوف برنس متاخر. عريتوا البرنسات. اصحى هنتأخر على ترابيزة القمار. يا الله، عايز ايه؟ يا برنس انا رايدك في شيء مهم للغاية. فندم. الست الصغيرة. مالها كبرت؟ يا خف الدم البرنسات. لا دي جات ومعاها. عارف عارف. حيوان. حيوان ابن الجناين اسمه علي. ليه توسعت المرة دي وجات ومعاها اتنين حيوانات يا برنس؟ وفين الحيوانات دول؟ في الجنينة. جنينة ايه؟ جنينة الحيوانات؟ يا خفة دم البرنسات، جنينة القصر سموك. أنا هموتهم بقى وأخلص. يحرق. إيه ده؟ أنت خايفة ليه؟ خايفة ليه من البرنسة عايلة؟ أخويا شراني وأحمق، والبندقية ما بتفرقش إيده، ودائماً أبداً بيشترك في مسابقات التيرو. طب ما طالما بيسابق في التيركو، إيه اللي هيخاف منه بقى؟
لا، التنشين على صحون الخزف. على كل إن لو شافني معك ممكن يضربك بالنار. يضربنا بالنار؟ صدق وطمني بالله أغزه، أغزه ببقه. شيل ايدك من على الوردة يا ابن الجنايني. الوردة دي مش بتاعتك. ده مين البطريق ده؟ هو ده البرنس علاء يا لمبة فندي. يا راجل، أمال ماله رفيع في الأفلام كده ليه؟ أنت واخد كورتيزون ولا إيه؟ إيه يا عم اللولو؟ لو ما سبتش الوردة لن أتردد لحظة في ارتكاب أي جريمة. يا عم توكلني أنا ليه؟ وما هو اللي هو اللي ماسك الوردة. مواجه يسلح ليك ناحيتي ليه؟ تراجع عن اللي بتقوله يا لمبة فندي. اتراجع ايه؟ ده ديت اطلع في كل البلف بتاعه وخلص. هتلاقي بنطلون وقميص مرمين على السور. ايه يا عم بلولو؟ ايه يا عم البالونه؟ صدق وطمن بالله اطلع السلاح ليك الوقت اروح رشقك على طول افسيك. هتفسي. اذا هكتب عليك العذاب الطويل والحرمان من الحب. يبقى انت اللي جنيته على نفسك. الحقيقة بس بوصل من الوقت لشيء إن شاء وضايق النودة. خلاص مش قادر. من لحظة وصوله هو طريح الفراش ونفس الكلام بيعيد ويزيد فيه. نفس المشكل. أنا مش قادر أحتمل. أنا متضجر، متضجر. هو على المتضجر اللي قلت تضجر. اتفضل. شايف؟ روى يا علي أويكا، بكرة يقوم ويبقى زي الفل. أولاً أنا ما بحبش علي أويكا دي. أنت تعرف يعني أويكا؟ خالص. يبقى ما تقوليش علي أويكا دي تاني. أنا عارف أنا يعني أويكا. اتفضل. يعني إيه؟ أويكا يعني واد مش مظبوط. غويشة يعني. اتفضل. حتى وهو نايم بيسخر مني وبيوبخني. مش ده اللي انقذك من رصاصة البرنس علاء؟ يا ريت كان القدر وقعها في صدري. كان ساعتها انجي هتيجي تزورني انا مش هو. انا متضجر، متضجر. ايه اللي بتقوله ده يا ابني؟ انا مش قادر اصدق وداني يا ابني. ما هي الفتيجي بتجيب معاها زيارة تكفينا كلنا. ايش بط على حمام على فراخ على وز. لكن يا والدي انا بحبها. بحب إنجي يا والدي. حبي ليها حب عذري أقوى من البط والوز وكل الأمور الدنيوية دي. إذا ما كانتش القسمة معاها حب بطها، حب وزها. لكن ما تخسرش كل حاجة يا ابني. ده كفاية البيض اللي بتجيبه. ربنا يكملك بعقلك يا أبو علي. أصيلة يا أبو علي. هروح أذبح بطتين. احجزي لي الزلموكة. زلموكة إيه يا والدي؟ أنا طيور البلد كلها بزغللها ببيضها. ما تعوضنيش عن إنجي. كبر لكم، كبر لكم كلكم. يا ابني أخوها مش هيسيبك في حالك، لأنه هو ابن الأكابر وأنت ابن الجنيني. ابن الجنيني، ابن الجنيني. بس أنت بتعايرني يابا عشان أنا ابن الجنيني. عايرك؟ عايرك إيه يا ابني إذا كنت أنا الجنيني؟ خلاص خلاص يا والدي، أوعى تفتكرني بستعر منك. أنت طينك ووسخك شرف على راسي وعلى راسي انا كمان يابا. صحيح ولاد حرام. يا رئيس عبد واحد، يا رئيس عبد واحد. ايوه مين؟ سمو الاميره. سمو الاميره. نهاركم سعيد. نهارك سعيد مبارك. افتح الباب عشان فستان سمو الاميره. اهلا وسهلا. ايه الانوار دي؟ اهلا بيكي، نورتي الدار. يا الف اهلا وسهلا. ايه الانوار دي؟ انت نورتينا. اتفضلي يا سمو الاميره، اتفضلي. نهارك سعيد. يا اهلا اهلا، انا مش قادر اصدق عليا. اتفضلي سعادتك. يا الف اهلا وسهلا، يا الفين مرحبا، يا 3000 يا سيدي. خلاص يا سيدي، انت بتنزل يا فاس قوطه.